الاهلي يكتفي بهدفي الشوط الاول ويفوز على انبي 2-0 بهدفي بواليا ومحمد مجدي قفشه. كابتن شريف الف مبروك. مبروك مبروك ثلاث نقاط، مبروك الروح النهارده، مبروك الاداء، مبروك التمريرات السليمه والصحيحه، تحركات اللعيبه، مبروك تقدير المسؤوليه. انا مش مبروك الشوط الثاني بالنسبه لي انا بالاكتفاء بالهدفين. كنا بنتمنى من اول من بعد الهدف الثاني ان احنا يكون عندنا اصرار على ان احنا نجيب هدف ثالث ورابع وانهاء الهجمات بشكل افضل، استغلال حاله الطرد اللي حصلت واحنا لينا التميز العددي تفوق. يعني في حاجات بتحس ان القوه البدنيه بتنزل شويه، او طبيعي قوي انك انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش، فانا حسيت ان ده بيأثر على اللعيبه بالاكتفاء الذاتي بعد الهدفين ما بتجيبهم. خلاص يعني اللعيبه عايزه الثلاث نقاط والمهمه انها تنتهي على خير، وما كانش في حاجه تهددك قوي غير تحركات الاثنين الافارقه وكريم فؤاد. ف بس كانت كلها محاولات فرديه. كريم طارق سوري، محاولات فرديه بس في مجهود مبذول من فرقه انبي انه يكون ليه وجود في الملعب. ودايما انت برضو اللي احنا اللي بنشرح في الحته دي دايما وابدا، يعني الدفاع بتاعك او نص ملعبك كل بيديهم فرصه انهم يتواجدوا في الجزء الثاني من عندك من منطقه جزائك. يعني ف لازم الحاجات دي زي ما ابتدينا ننهي يا ايمن، زي ما بتبتدي قوي وزي ما بتجيب جوال وزي تصر على انك انت يعني الكره بقت خلاص فيها دروس مستفاده كتيره جدا. يبقى ناقص خمس ست دقائق وممكن يخش فيه جولين عادي جدا. وشفنا كوره وقعت من ايد الشناوي وهو وايمن اشرف، والحمد لله ان هم اشتركوا ان هم خلوها تطلع ضربه ركنيه. فلازم اي وقت انت بتلعب في اي مباراه الفتره اللي جايه دي زي الشوط الاولاني اللي احنا عملناه النهارده. الشوط الاولاني النهارده بمثابه رساله لنفسنا احنا، حتى رساله لجماهيرنا، ادينا احنا واقفين على ارض ثابته اهو، ادينا احنا من اول دقيقه بنهدف، ادينا احنا نقدر نخش رغم الغيابات اللي هي موجوده عندي، اقدر اخش 18 واقدر اعمل حاله تعويضيه، واللعيبه مع بعض هي اللي بتعمل الحاله التعويضيه دي. ما عادش تاني يعني اللعيبه هي اللي بتجري، اللعيبه هي اللي بتتحرك لبعض. قفشة بيلاقي اكتر من 1 2 3، كهربا النهارده ازاي بيفكر بلعبه فنيه متميزه، يقدر يودي قفشة وقفشة ينفذ، وكره من اصلا ملعوبه من اجمل الاهداف اللي الواحد اتفرج عليها السنه دي، برده تعتبر من اجمل الاهداف اللي جت. فعندنا وعندنا حاجات كتير قوي، بس لازم الناس تفهم ان من كتر اللعبه ايمن والضغط على اللعيبه والكلام ده، انا ساعات كلاعب بزهق، واول ما بطمن ان انا كسبت بدي بقى ابسط الحلول ابسط التمريرات. ده ما حصلش التاني ده ما حصلش، بهدى بقى، بحاول احافظ على نفسي، ما فيش حد يتعور، فيش يبقى اشتراكات جامده، فتلاقي في حته بطء سنه في التمريره في الانشائيه بتاعت الشوط الاولاني. هدوء خلي اللاعب المنافس هو اللي يجري. أي. واحنا واقفين كده نمرر الكره لبعض، خدت بالك سليمه. يعني فدي حاجات موجوده في الكوره، بس عمرك ما هتشرح للجمهور النقطه دي، ولا عمر الجمهور هيقبلها، واحنا هنتكلم فيها غير بهذا الشكل. فانا بشكرهم ومبروك، والحمد لله انك انت بتطلع برضو لعيبه عندك سليمه، هي الحكايه مش ناقصه اصابات تاني غير الاصابات اللي احنا بنتعرض عليها في لعيبه مهمه. هنتكلم كتير النهارده ان شاء الله على شويه حاجات كده، نقط هتلاقيها فرديات، يعني فيها 69 الدقيقه 86 حاجة، وخاصه يعني قبل وبعد طرد حاله انبي اسمه ايه اللي طرد؟ رامي صبري. رامي كابتن فرديات، يعني دي برضو رامي خد انذار في اول تاك، كان المفروض الكابتن حلمي ياخد باله من الموضوع ده وما يعرضوش للحته دي. كابتن مسمى الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مطلوب طبعا على امل تعثر المنافسه. طبيعي، الحمد لله اي مكسب مهم، وخاصه في الامطار الاخيره ديت انت مش ناقص تعادل تاني او لا قدر الله حاجه يعني هزيمه ولا كده، لان ناقص خلاص 4 مباريات. النهارده كانت المباراه اللي هي الخمسة يعني، فباقي 4 مباريات، فكان مهم جدا جدا الثلاث نقاط. يعني في مكاسب اتحققت النهارده، منها ان الروح والاصرار مختلف شويه عن ماتش الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي كان في عدم توفيق شويه، لكن انا بصفه عامه كان تحس الروح اعلى،
جبت جون بدري قوي ادالك ثقه، غطيته بهدف تاني. الموضوع دوت مش عايز اقول يأس فرقه انبي، ولكن بيعمل احباط شويه برضو. هم حاولوا الشوط الثاني، ولكن بيحاولوا بمجازفه غير طبيعيه فتحت الملعب بالنسبه لهم قوي، والنادي الاهلي كان ممكن يستغل الموضوع ده ويزود عدد الاهداف، ولاحت ليهم فرص كتيره، خاصه يمكن بعد طرد رامي صبري، رغم ان هو اتطرد في الدقيقه 81 يعني 9 دقائق، وكمان قول 5 6 دقائق وقت ضايع، يعني حوالي ربع ساعه كان النادي الاهلي سهل قوي يجيب اهداف. هنتكلم في النقط الفنيه دي يا كابتن اسامه ان شاء الله يعني، لكن بصفه عامه الحمد لله الثلاث نقاط مبروك. مهم جدا ان خطوه لخطوه، وما فيش يأس، ولازم تركيز جامد جدا. في اي لحظه ممكن يحصل اي حاجه طبعا. فانت المهم انت ما تتعثرش، صحيح، وتأدي اللي عليك. والنقطه فعلا المهمه جدا كمان النهارده انه ما جاش فيه الجون، صح، يعني برضو ام بيحاول بعض الشيء لما نزل كريم طارق من ناحيه الشمال مع جون ايبوكا، ولكن ما كانش فيه خطوره كبيره قوي باستثناء في واحده هي ايمن اشرف حط رجله في الاخر وطلعت كورنر من لكن مهم ان ما جاش فينا هدف، لان احنا قلنا حاجتين مهمين قوي، انك تستغل الفرص او اكبر عدد من الفرص اللي بتجي لك، وتغطي الهدف اللي بتجيبه عشان ما يحصلش مفاجآت زي ما حصل، صح، في مباريات اتعادلنا فيها واحد، وتحافظ على شباكك. فانت حافظت على شباكك، وان كان كنت اتمنى بالمساحات المفتوحه عند ام بي دي ان احنا نزود الاهداف. صحيح. طيب تعالوا نروح لملعب المباراه وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، اتفضل يا كريم. بجد تحيلك من جديد كابتن ايمن شوقي، كابتننا الكبار، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، بنبارك اكيد للنادي الاهلي فوز مهم النهارده. زي ما احنا عارفين ان طبعا يمكن ضغط كبير للمباريات، لكن الامل موجود ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كل ده هنتكلم طبعا مع الكابتن سامي قمصان مدرب الفريق. مبروك يا كابتن سامي، يعني طبعا مباريات صعبه ويمكن الضغط كبير جدا على فريق النادي الاهلي، لكن النهارده يمكن بدايه كانت كويسه جدا، واضح التحضير كان جيد، ان احنا نحرز هدف في البدايه ده امر يحسب للجهاز ويحسب للعيبه. حطينا في الاجواء وتقييمك النهارده للمباراه يا كابتن. طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت مهم جدا ان انت اللي عليك اللي انت تكسب المباراه اللي عندك، وتستنى بقى ان شاء الله يعني نتائج الفرق المنافسه يعني، وده اللي اشتغلنا عليه. والحمد لله اعتقد النهارده الحمد لله برضو اللعيبه كانت مركزه اكتر، عندها تصميم اكتر اللي هي تخلص الماتش بدري، وده اللي الراجل اتكلم فيه، والحمد لله قدرنا نسجل هدفين وناخد 3 نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا يعني. نقطة مهمة جدا يمكن بوالي الحقيقة، وتهديفه بالنسبة للمباراة بيعود يمكن مرة تانية، كمان احنا بنفقد عدد كبير من اللعيبة، يعني محمد شريف يمكن عنده سوء توفيق كبير جدا، حصوله على يمكن 19 هدف وماشي بشكل جيد جدا، لكن في عوامل مؤثرة على الفريق بعيدا طبعا عن التحضير والفنية، تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا كابتن؟ طبعا اتفق معاك، بس برضو خلينا نتكلم ان تيم النادي الاهلي كل لعيبه مميزه جدا، عندها قدرات كويسه، واعتقد النهارده الحمد لله بواليا برضو نفس القصه، ادى مميز النهارده وسجل هدف بقى له فتره كبيره جدا يعني، بيحاول والراجل بيدعمه دايما، واعتقد الحمد لله النهارده كان مردود كويس يعني يبني عليه ان شاء الله. لكن برضو زي ما اتكلمنا ودايما بنقول احنا عندنا في كل اللعيبه الموجوده، طبعا مفتقدين لعيبه مهمه جدا النهارده، محمد شريف طبعا من هدافين الدوري، وليد، مروان، متولي، طبعا ناس كتيره جدا، لكن في الاول والاخر برضو انت لازم تلعب على السكواد اللي عندك، واعتقد الحمد لله اللي احنا بس نركز الماتشات اللي جايه وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها باذن الله. عارف ان الجهاز مركز بشكل كبير جدا مع اللعيبه، لكن المردود لكلمات كابتن محمود الخطيب اللي كانت يوم الخميس على تاثير على اللعيبه كان ايه؟ مردودها كان كويس جدا مع اللعيبه، لان خلاص الصفحه بتتقفل، عندنا غير ان احنا نكسب الفتره اللي جايه. شايف ان ده ترجم النهارده في ارض الملعب والحماس والجديه كانت واضحه جدا يا كابتن سامي؟ طبعا مهم جدا طبعا، لما رئيس النادي طبعا كابتن محمود الخطيب رمز النادي بينقل مسج للعيبه، اعتقد اللعيبه بتبقى مستوعبها كويس يعني. وزي ما انت قلت طبعا كان لقاء مهم جدا للعيبه ولينا، واعتقد الحمد لله اللعيبه الحمد لله كانت على قد المسؤوليه النهارده يعني. المباراه القادمه الضغط خلاص، هنتمرن بكره ثم بعد بكره تدريب، سفر الى السويس، بعديها كمان مباراه المصري، بعديها كمان لسه هنشوف مباراه الجونه، الثلاث مباريات القادمين دول سفر بشكل كبير جدا وضغط يا كابتن سامي على فريق النادي الاهلي. شايف الثلاث مباريات تحديدا اللي جايين دول خارج الملعب ازاي؟ خلينا الاول نتكلم في المباراه طلائع الجيش ان شاء الله يعني، عندنا كمان 3 ايام، هو اليوم الثالث، عندنا بكره هنشوف الراجل هيكرر يعني سواء راحه او ان شاء الله نتمرن ان شاء الله يعني، نعمل ريكفري كويس ونستعد لمباراه طلائع الجيش يعني. خلينا نتفق كل مباراه صعبه، كل المباريات لازم تكون انت بايدك يعني.
لكن عندنا ثقه كبيره جدا في ربنا، عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، وزي ما انا قلت دايما احنا بناخد بالاسباب، احنا بنعمل اللي علينا، وان شاء الله اعتقد يعني ان شاء الله ربنا ينشئ لنا حاجه كويسه باذن الله. سامي، الثقه الكبيره زي ما بنقول في اللعيبه وثقتنا كمان في جمهور النادي الاهلي اللي لابد يكون داعم بشكل كبير جدا للمرحله اللي جايه مهما كانت الظروف ومهما كانت الاسباب، وده عهدنا الحقيقه مع جمهور النادي الاهلي على الحلوه والمره، ما عدا مش شعار، ده الحقيقه هدف بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي بعد ربنا طبعا الداعم كبير لينا جدا في كل المواقف، يعني الحمد لله اعتقد ان اللعيبه دي برضو ادت حاجات كويسه جدا، يعني يشفع لها اللي انت تساندها، يعني سواء في اوقات الانتصارات وده الطبيعي، او اوقات لا قدر الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا مش هيجيبها يعني، لكن برضو مهم جدا لان بعد ربنا، لان الكلمه بتفرق معنا جدا وبتفرق مع اللعيبه وبتفرق مع الجهاز، فاعتقد الحمد لله الحمد لله، وبكررها بليك تاني ان شاء الله، انا ان شاء الله اعتقد ان شاء الله ربنا يشيل لنا حاجه كويسه باذن الله. شكرا شكرا كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي على هذه التصريحات، ويمكن فوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي في ظل مرحله صعبه وفي ظل تحديات كثيره جدا لفريق النادي الاهلي، لكن طول ما فريق النادي الاهلي على قلب رجل واحد والتحضير بيكون جيد لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، والتوفيق بيكون معانا ان شاء الله، نقدر نحسب كل المباريات القادمه ان شاء الله يا كابتن ايمن. يعني في هذه اللحظات ارجع لك الاستوديو والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم في توقيت مهم. الله يبارك فيك كابتن. احنا شوط اولاني جيد جدا، يمكن عملنا كل حاجه في الكوره، احرزنا هدفين، عملنا هجمات مركزه اكتر من يعني الجون الثاني بالذات، جون كويس قوي اللي هو في تعاون ما بين بواليا وقفشه وكهربا، وجون شكله كويس قوي. قلنا الشوط الثاني ننزل نغطي الجون الثالث ونجيب الرابع، يمكن اتاخر شويه، يمكن لعبنا تجاري شويه لما قدرنا خلاص يعني وصلت انك امتى، بس رغم هذا برضو كان في هجمه ولا اتنين اتمنى ان هم ما يبقوش علينا، لازم حته دفاعيه لازم تبقى اقوى من كده شويه. كذا لعيب النهارده، يمكن انا عجبني قفشه قوي النهارده، قفشه محور اللعب كله، قفشه اكتر واحد بيمسك الكره في الملعب، قفشه اكتر واحد بينزل للامام، اكتر واحد بيبص للناحيه الثانيه، اكتر واحد بيغير طريقه اللعب، اكتر واحد بيعمل مفتاح لعب النادي الاهلي. الريتم اللعب بيعليه وبينزل بيه كويس قوي، بيباصي صح، يمكن المس باص عنده قليل قوي. يمكن النهارده كمان يعني اكرم توفيق كالعاده، اكرم توفيق عنده روح عاليه قوي واشتغل كويس قوي، ايمن اشرف هايل، ياسر كويس، الشناوي كويس، طالما ما دخلش فيه جون هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن ايمن. صحيح انك انت المهاجمين بتوعك كسبوا والمدافعين كسبوا النهارده، بمعنى بغض النظر عن اي فرصه بتقسم الفرق، طول عمري بقسمها ثلاث فرق المباراه، فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع وفرقه بتساعد الاثنين ما بين الهجوم وما بين الدفاع. النهارده احنا كسبنا، من المهاجمين كسبونا، المدافعين كسبونا، نص الملعب ساعدوا ده وساعدوا ده، يعني كسبوا هنا وكسبوا هنا، وهي دي كره القدم، كل ما ما يجيش فيك جون، كل ما بتبقى المكسب قريب منك قريب منك، لانك انت لو دخل في جون هتستنى عقبال ما تتعادل، وبعد ما تتعادل تكسب. فدي حاجه مهمه جدا انك طول الوقت تبقى مهيئ نفسك انك تجيب جون حتى لو اخر ثانيه. بس تكون كسبان صح، لكن انت لما تكون مغلوب واحد يبقى انت عاوز ليك طريقين بتعملهم، وده اللي تعبنا الفتره اللي فاتت في المباريات المضغوطه، كنا نبقى يدخل فينا جون نتعب نعمل مجهود جامد، تيجي المباراه الجايه اللي بعديها جهد بيبقى عندك اكتر، في ماتشات بتمشي سلسه زي ماتش النهارده. مظبوط، يعني انا لو حللت لك ماتش النهارده بكم الجري بتاع اللاعبين مناسب جدا انك تلعب يوم الثلاث مباراه، خصوصا الشوط الثاني، بخصوصا اللعب التجاري اللي انت لعبته. مظبوط، ده اللي ادهولك الشوط الاولاني المكسب، الشوط الاولاني المكسب ضغطت كويس، عملت مجهود كويس، كسبت اثنين وكنت ممكن تجيب اكتر من اثنين، بس المهم انك تعمل ايه؟ المهم انك انت في المباريات اللي زي دي يا كابتن ايمن تستغل انك انت تدخل لاعبين كتير علشان تستفيد منه. صحيح. احنا في وقت دلوقتي يعني حاجه مهمه لازم نقولها، الدوري لسه موجود طبعا، والله لسه موجود ان شاء الله، يعني انا شايف انه يعني عايز اقول لك الى اخر ثانيه. صحيح، ربنا هيكرمنا ويفرحنا في الاخر يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال الف مبروك، فوز مهم جدا في صراع المنافسه الشرسه على الدوري.
طبعا مبروك للنادي الاهلي. الاول مباراه جيده جدا تمام، اداء وروح عاليه، تخطيط جيد من مستر موسيماني. الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي، الهدفين اللي كنا دايما بنتكلم عليهم، مش بس هدف واحد، هدف واحد يخليك طول المباراه قاعد برضو مضغوط شويه صح، لان انت احنا اتكلمنا عن بعض المشاكل الدفاعيه اللي موجوده عند النادي الاهلي، فهدفين خلوك مستريح، خلوك عندك راحه كبيره، خلى كمان مستر موسيماني يبتدي التغييرات بتاعته من بدري شويه. يعني احنا بنتكلم النهارده التغييره الاولى ديانج مع السلافي الدقيقه 65، تغيير المفترض في عرف كره القدم هي بدري شويه، بتغير تغيير وبتغير لعيب مكان لعيب، يعني التغييره دي الغرض منها راحه اللعيب تمام. التغييره الثانيه نفس الموضوع، طاهر مكان الشحات، التغييرات للماتشات لاستمرارية الماتشات، لاستمرارية اللعيبه في الماتشات، خوفا على اللعيبه من اللي جاي، خوفا على اللعيبه من الاصابات. انت بتلعب كل دلوقتي 3 ايام مباراه، النهارده السبت بتلعب ماتش، يوم الثلاثاء اللي جاي عندك ماتش، يوم الجمعه اللي بعديه عندك ماتش، الامر صعب جدا. مزبوط. استغلال الفرص اللي احنا بنتكلم عليها هو اللي بيديك راحه في الملعب، وهو كمان اللي بيفوق اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي فاقت لما سجلت الهدفين. مزبوط. بعد تسجيل الهدف الثاني ابتدينا نشوف جمل تكتيكيه، خد بالك الجمل موجوده لكن تنفيذها محتاج انك تسجل هدفين عشان تقدر تبدع في الملعب. صح. يعني في وقت بالنسبه لك انك تشتغل وبتجتهد وعندك روح قتاليه عاليه. مزبوط. لكن في وقت بالنسبه لك انت بتحاول انك تبدع في الملعب. يعني في كره يمكن في الدقيقه 69 كنا بنتكلم عليها، في جمله حلوه ال 1 3. مزبوط. 1 2 3 بتروح على طرف الملعب بتتعمل كروس، حاجه رائعه جدا 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 جدا. وبعديها في واحده ثانيه بتاعت اكرم توفيق اللي عملها بالعرض بواليا، كان المفروض يتحرك على الزاويه القريبه، كان ممكن يسجل منها هدف. واحده لصلاح محسن اللي لعبها بدماغه والتر بواليا قلشت منه. أيوه. الاهلي الشوط الثاني مختلف تماما. أيوه. ابداع غير عادي. صحيح. عشان استغليت فرصتين كان ناقص بس ترجمتها الاهداف. الماتش ده زي ما قلنا كان ممكن يخرج باربعه خمسه. أيوه. سته زي ما انت عايز قول، لان الفرقه اللي قدامك كمان ما عندهاش البلان دي، مش موجوده. صح. ممكن يبقى عنده حته ايه، انا مغلوب 1-0 وعندي فرصه ان انا اعوض، فانا مستني في الجيم ولسه قاعد فيه، لكن 2-0 خلاص غيرت له كل المفاهيم. صح. خليته يلعب بطريقه مختلفه اللي انت عايزه يلعب بيها، انه يفتح الجيم زي ما انت بتلعب جيم مفتوح، وهو مش متعود يلعب هو كده. مش متعود يلعب قدام النادي الاهلي جيم مفتوح. مزبوط. الامر صعب جدا، هو متعود انه يلعب بسبع لعيبه، اربعه ثلاثه في نص ملعب بيقفلوا كويس قوي، ويشتغل على الثلاثه اللي قدام في الكاونتر اتاك، وعنده سرعات وعنده مهارات. مزبوط. كان ممكن يقدر يستغلها، لكن كون انه يلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي في السرعات والمهارات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، الامر كان صعب جدا جدا على كابتن حلمي طولان وعلى فرقه امبي. صح. عشان كده بقول لك شفنا زي ما كابتن عادل كان بيتكلم من شويه على امكانيات مجدي قفشه والمساحات اللي بيتحرك فيها وطريقه اللعب، لعيب فايق النهارده. والتر بولي النهارده واحده من الماتشات الجيده جدا بالنسبه له. يعني انا دايما بقول راس الحربه يختبر لما ياخد. تمام، مش 10 دقائق تلت ساعه ربع ساعه، لان النهارده بيلعب زي ما اتفقنا كلنا محطه جيده جدا، بيلعب دماغه كويس جدا 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 جدا، لعيب يعني لو خد ماتشات كتير ممكن يجي ويبقى لعيب كويس ويبقى رقم 9 بالنسبه للنادي الاهلي. مهم جدا تواجده في ال 18، مهم جدا ان هو كلاعب محطه بالنسبه للنادي الاهلي، بيستلم كويس، بيلعب تحت ضغط بشكل كويس، بيستلم ويستلم بشكل رائع، اوقات كثيره جدا بنشوفه على اطراف الملعب. طب عايز اخد رايك في حاجه من كلام الكابتن شريف عبد المنعم اللي هو دايما بيردده، هل ممكن في حاله تواجد محمد شريف، هل بواليا ممكن يبقى جنب محمد شريف وينزل هو يبقى المحطه دي، او زي ما انت بتقول كده اللاعب اللي هو مش راس حرب اساسي ولكن تحت محمد شريف ويساعد ويخش معاه في ال 18 ويعمل زياده عدديه، خصوصا ان انت قلت حاجه قبل بين الشوطين او قبل الاستوديو ان بواليا عنده ميزه شويه في حته ضربات الراس عن محمد شريف. طبعا عنده ميزه كبيره جدا، يعني انت النهارده مفيش كرة مشتركة عليه وما بياخدهاش. مفيش كرة مشتركة عليه، مفيش كرة بتتلعب طويلة إلا بواليا بيستلم ويسلم ويقف ويحطه، ودي كانت منجحة النهاردة مجدي قفشة بشكل كبير، لأن أنت أوقات كتيرة جدا أنت بتشتغل على المان تارجت كمحطة، بيستلم السكند بول بتبتدي يتحرك الطرفين، يعني علي معلول أو ديانج أو سوري أو أكرم توفيق من الناحية دي، المساحات بتتخلق وانس ان راس الحربه ابتدى يستلم ويحط لك انت كبلاي ميكر، المساحات لوحدها بتتخلق. هو النهارده عمل دي، يعني دي الحته اللي ممكن كانت تبقى ناقصه شريف شويه. شريف من اللعيبه اللي بتجري بوشها على الجول، تمام، لعيب بيحب عنده سرعه وبيستغل سرعته بشكل جيد جدا. عشان كده انا بقول لك لو لعب واليا كهو المان تارجت وشريف هو اللي بيتحرك. أيوة. من تحت ده اللي انا وزع عليه، اعتقد الاهلي لا هيروح في حته ثانيه خالص. هيبقى عندك الحتتين النهارده،
بوليا سجل بدماغه تمام، وكان متواجد في ال 18 في كل الكرات العرضيه، وكان محطه جيده جدا بالنسبه لك. مظبوط. في تواجد بوليا وشريف، بس هل مستر موسيماني بيفكر في الحته دي؟ هي دي النقطه المهمه بالنسبه لنا. هل مستر هل يعني باذن الله هي طبعا مهمه وفي ماتشات كتير تحتاجها، بس مش هتقدر تلعبها في كل الماتشات. لا مش هتقدر تلعبها في بعض الماتشات. ممكن تلعب كده صح، لكن مش في كل الماتشات، لانك في ماتشات بتحتاج اللي هو بيلعب جناح الا هتغير طريقتك. يعني هتضطر ان تودي مجدي قفشه ناحيه اليمين، فنبقى كاننا أيوة. بنلعب 4-4-2 أيوة. يعني ممكن. انا كنت هسال الكابتن شريف، انا اقصد ايه في الماتشات اللي بيبقى فيها فرق بتلعب زون ديفنس يا كابتن لينا بقى بتحتاج لعيب يعني ممكن محتاجش اثنين ميدفيلدرز يعني في الماتشات اللي بتلعب بيها يعني امبي النهارده. بص بس كابتن اهدي مثلا اللي انا بتكلم فيها. ايوه هتقلنا تاني برضو من الاول، هتقلنا من الاول. لا هتقلنا من الاول تاني. ايوه ماشي. بص يا كابتن، ايوه كابتن بلال زي ما انت بتقول. بص مين اللي بيتحرك، مين المحطه كابتن؟ بص اللي نزل اهو، نزل بوليا. بص كره زي دي هات شريف، هتلاقي شريف بيستلم لقدام يجري. أيوه. عايز ياخد الكره على الجول. ايوه ده 9 صح تمام. اهو ده بينزل يستلم، فبتعمل ايه؟ خلاص انت خلقت للوينج بتاعك مزبوط. مساحه تتحرك فيها، ودي مش اول كره على فكره. أيوة. كره الهدف اللي سجلها كهربا، نفس اللي كهربا بصها لحسين الشحات. هو برده عمق مشارك فيه لقفشه. هو كان هو في الاول في البدايه بس هو بقى التحرك في دي. خلينا ايوه ماشي، اللي انت علقت عليها قلت كان لازم يروح على ايوه دي احنا قلنا لازم يروح على الاولانيه. بص يا كابتن ده لازم ايوه لازم يبقى جول. خلاص جول عملت كل حاجه كان يبقى طبعًا. كان لازم يبقى هدف طبعا. دايما كان بيقولوا لنا زمان المدربين لما يبقى واحد بس في ال 18 صح، انت اللي تجبر يشوفك ويلعبها لك عشان يلعبها صح. واحد بس انت تجبر، لكن لو اثنين خلاص هو بيلعب كروس مزبوط. في واحد على القريبه واحد على البعيده، لكن انا كفرويد لازم اجبرك انك تحطها لي في الحته اللي قدامي. ماشي بص بقى كابتن، ماشي هتقلنا من الاول وهنمشي واحده واحده لحد الكوره ما انت علمت على السهم ان بواليا يروح فين. بالظبط ماشي كمل كمل تاني. تحرك هايل من بواليا طاهر في مساحه طاهر محمد طاهر ده ماشي كمل نكمل كرة كويس. كرة شكلها جميل وراحت لحسين الشحات. بص لمسه واحده اقف عند دي يا كابتن. لما نروح عند حسين الشحات نقف اقف عند دي بقى يا كابتن. ده مش حسين الشحات، انت لو بتشحات اقف عند دي يا كابتن. انت لو بتلعب نقف هنا نقف هنا. ده الشحات ولا طاهر ده؟ لا ده طاهر. لا تكملها كده بتاعي الشحات ده طاهر محمد طاهر. طاهر طاهر بس نقف هنا. انا بقول ايه بقى؟ اتفضل علشان بس ايه نربط الحته بتاعت كهربا ومحمد شريف. سوري بواليا ومحمد شريف. وهو بواليا نزل في الكره دي وعملها، والتحرك بعد كده لبواليا احنا بنقول ايه؟ لازم يكون متواجد عند العارضه الاولانيه. لو بواليا وشريف كان شريف هيبقى متواجد في منطقه 6 يارد. اولا دي في نقطه ثانيه مهمه جدا. اولا كهربا ما كانش المفروض مزبوط. يبقى موجود في الحته دي. مظبوط. كهربا لازم يبقى هو راس الحربه. اللي اللقطه الثانيه اللي انا كنت هقول لك عليها تاني بقى يا كابتن، يبقى الاول. طب معلش لو نرجع الكوره من كهربا ده اللي بيبتدي الهجمه. كهربا ده اللي عامل. لا ارجع ورا ارجع ورا. انا هقول لك وجهه ارجع بلال. ارجع من اول بلال. بعد ما استلم مش هيلحق. اتفضل مش هيلحق كهربا. كهربا اللي عامل. هقول لك يلحق ليه يا كابتن؟ هقول لك يلحق ليه؟ لانه هو شاف دلوقتي، بص شاف زميله بيلعب الكره الفاضيه في الحته الكره ديت في الحته الفاضيه لطاهر محمد طاهر. طاهر هيعمل ايه؟ اهم ما في طاهر هيعمل ايه؟ كان لازم وهي بتتلعب لطاهر كهربا يروح يشق على 18. بتكلم على كهربا. ايوه بتكلم على كهربا يا كابتن. لا كهربا ايوه لا كهربا. لا بتكلم على كهربا. اقول كلمه واحده بس. اتفضل يا كابتن. انت عارف ان بواليا بالطريقه دي خلى الباص واحد بس. طبعا. لو هو راح على القريبه كان فضل قفشه كمان. بص قفشه اللي وراه كان لعبها له يا عادل. او كان لعبت له طبعا يا كابتن. لا قفشه كان هيسرقها. قفشه اللي وراه كان هتتلعب له. لو كان هو راح قدام بواليا مكانه اللي بلال قال عليه صح التمام ده اللي هو يجي على القريبه تمام. كان خلق ادي واحد اثنين ثلاثه، لكن وقفته رجع شويه برجاوي بعد اذنك رجع بواليا. ابص اهو لما وقف بواليا بقت ايه؟ صح باص واحد بس. باص واحد لو كان راح كان يبقى طبعا. دي عادل عادل دي اتحققت في كره قفشه اللي عملها وباليا وراح حاططها ببطن رجله. في الشوط الاولاني كل اللي انت نفسك فيه ده اتحقق في الشوط الاولاني. في الكوره اللي هي في اخر لو تقدروا تجيبوا لنا الكوره بتاعت بواليا اللي لعبها لو قفشه وهو لعبها ببطن رجله مره واحده جت جنب الاهلي بعد الجول. مشكلته اللي لعبها بشماله.
حتى احنا علقنا على الراجل اللي كان ماسك كفشه. طبعا راح يغطي على الناحيه الثانيه وشاب برضه بنفس الطريقه. على فكره الكره دي كمان غير طبعا بولي هو اللي لازم يتحرك على الاولانيه. بس خلي بالك ان قفشه من ساعه الباصه اتلعبت لو كان قرب شويه كان ممكن هو اللي يقطع على الاولانيه، لان كتير قوي ممكن جدا الجناح اللي جاي من الناحيه الثانيه يقطع على الاولانيه. يعني رجعها لا من الاول، لا من الاول كان ممكن جدا. وبصراحه كمان اتلعبت كويس قوي يعني. وقفشه ازاي بص لو من الاول سرع كده كان يقطع. هو عنده حته الراس يا كابتن، راس الحربه المحطه. بص قفشه هنا بص يبقى مطلوب في الماتشات اللي زي دي بشكل كبير، لان هو الوحيد اللي بيقدر يخلق لك المساحه بتاعه الاطراف. النهارده لو بولي بيلعب بوشه، مجدي قفشه هيستلم طبيعي من يا اما من يا اما هيلعب مع ميد فيلدر يا اما هيلعب مع وينج كويس. فبالتالي هتفتقد حته ان انت تنطلق بوشك. انت دايما انك انت الطرفين بتوعك دايما ثابتين يعني دايما. هات لنا الشوطه دي بقى لما تردد. هات لي الكره دي لما تردد وتشاطر. ده كهربا اللي شاطها ببطن رجله في السماء. مين اللي شاطها؟ ديانج ولا ديانج؟ صح ديانج كهربا اهو. ديانج اللي شاطها. وش رجلك قنبله وش رجلك جوه. لانك انت جاي بسرعه ومواجه للجون، مش محتاج انك تعملها ببطن رجلك. صحيح صح طبعا. صحيح. طيب في واحده كهربا عملها برضو في الشوط الاولاني. حلو التكمله والزياده العدديه. حلو الزياده العدديه بتاعت لعيبه النادي الاهلي في ال 18. صح في حوالي خمس ايوه الماتش ده صح موجودين في ال 18. مظبوط تمام. خمسه سته يعني كهربا موجود يعني. مظبوط. لو لما تكمل ده اللي كان قلقنا قبل الماتش. هتلاقي كهربا. ايوه خد بالك مين اللي مكمل تاني؟ علي معلول. يعني علي معلول الليفت باك بتاعك مكمل جوه ال 18. دي الكوره اللي احنا بنقول عليها مش كده؟ هي دي الكره اللي احنا بنتكلم عليها وبنقارن بينها بقى. الكره دي اتحرك لها كويس قوي بواليا صح وعملها وان تاتش، بس هو سوء التوفيق جت بره الهي. كان لازم يلعبها بيمين حتى لو هو اشو هو لعيبه حلوه قوي. بس هو بص يا عادل فتحت منه قوي حاجه بسيطه يعني فيها سوء توفيق شويه. فيها سوء توفيق. لا لحظه ما تزق ابدا كده. لا والله تيجي طبيعي يا كابتن لازم يعني بس تيجي كده برضه قلب بيها كابتن بيمين تيجي كده تيجي بس الاصعب تيجي بس نكملها. اصل هنا عشان تيجي لازم تفتح بطن رجلك يعني شويه وشك الداخلي لازم تفتحها شويه يا كابتن يعني والسنس فيها هيبقى صعب قوي. فبطن رجلك اهي عندك حلول كبيره. بص يا كابتن ببطن رجلك يعني هقول لك على حاجه. هو بطنك برضه عادل. هي بطن رجلك عامله مارادونا بس يا كابتن. دي مش جايه على الارض ستريت، دي عامله باند. لا بس هو لو عشان كده وهو قطع باليمين يا كابتن كان في الزاويه الضيقه على طول. بس هو في نص الجول يا كابتن. بس دي هتهلنا تاني. وقفشه انت البتاع اللي بيلعبها اللي بيعملوه بيه ده مش 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 الحقيقي يعني. ده صعب جدا. استنى هنعيدها تاني. بص خد بالك الكره راحت بتعمل باند على الارض، ما عندوش سبيس ان هو يفكر في يمين ولا شمال. هو كان يلعبها ببند رجله على طول. ببند باليمين على طول. حلو خلاص مفيش سؤال لكابتن اسامه بعد كده. مالكش كلام مالكش. حلو قوي. بص هجمه حلوه قوي قوي قوي. معلول اللي عمل الكوره دي على فكره. معلول اللي عملها. وش رجله نفس الجون اللي جابه. بصوا العرضيه جايه عامله ازاي. وسطها باليمين على طول. هايله. بص لا مش عايزين ده مش عايز ده. لا مش عايزين احنا. ده جايبه مش عايزين الوكس رو. احنا عايزين اللايف. هات اللايف مش الوكس رو ده. لا كده جابه بره. هو جوه الجول. هو كان جوه الجول. هنرجعها هنرجعها باليمين وجول. أيوة حتى لو قلش الجول. حتى لو جت في الجون جول. عادي. بص الكره جت بتتنفض. لا باليمين جول. باليمين جول خالص. حتى لو انت عرج بس ايوه بس يعني كان فيها سوء توفيق برضه. بس خد بالك كان ممكن تيجي. خد بالك يا كابتن اللي زي بواليا وعايز يلعب بيلعب الاضمن حاجه بالنسبه له. ماشي تمام. صح دي نقطه مهمه جدا. انا بدور على ال 100% الحاجه الجرانتي الجرانتي بالنسبه لي. انا الشمال انا بلعب شمالي فطبيعي هتبقى الشمال بالنسبه لي وهي اللي فيها تميز. هي دي اللي كان لازم يتحركها في كوره طاهر محمد طاهر. بص ده ايمن. بص يا ايمن القرار متسرق. الاولاني هو الصح اللي هو اللي كان ببطن رجله اليمين في الزاويه جون فاضي الزاويه الضيقه. القرار الثاني ماشي تمشي وكانت ممكن تيجي جون بس هي فتحت منه بقى شويه يعني. هو لو رجله الشمال قافله شويه كانت جون. باليمين بس باليمين هي الاصح. باليمين اوبشنز ان هي تطلع بره الجول. ايوه مش موجود. صح لا هي القرار الصح. انا بقول لك يعني انا لو هلعب باليمين هو بطن رجله على طول اليمين حتى لو قالش انت هتخش الجول. انا عايز بقى اجيب من اول ما علي معلول لعبها. ماشي يا كابتن شريف. ماشي من اول ما علي معلول لعبها ونشوف تحرر لعيبه النادي الاهلي في الملعب النهارده. الله عليك. في المستويات الهجوميه انا بفكر في الكوره في نفس الكلام اللي انت بتقوله لي ده. تحرر لعيبه النادي الاهلي. بص علي معلول فين؟ بفكر في الماتشات الجايه. كهربا فين؟ حسين فين؟ بنفس الكلام ده. بواليا من تحت لقدام لفوق فين؟ قفشه بقى فين؟ ده علي معلول بقى نص ملعب كويس مكمل في نص الملعب. سوليه
لا ما فكرش غيره وراح مريح الكوره لعلي معلول. علي معلول اجبره قفشه انه يلعب له السوف من الحته دي بالزبط. في التحرك اللي انتوا كنتوا بتقولوا قفشه المفروض هو نجم المباراه، نجم المباراه ليه النهارده؟ بيتحرك في اليمين وبيتحرك في الشمال وبيتحرك في العمق وبيجيب جول زي اللي انت شفته. أيه. فبص الوان تاتش ده وان تاتش، كل دي وان تاتش. وبص سرعه في نقل الهجمه. بقول لك ايه؟ كل الباصات دي، الباصات دي كلها وان تاتش. كابتن 4 على 3 لا 4 على 3 وان تاتش. لا وبقول لك ايه يا كابتن بلال وكابتن شريف، هي السرعه في نقل الهجمه هي اللي وصلتنا لكده. ده السرعه وان تاتش زي الجول اللي انت جبته، مع ان كهربا راح لامم سبعه، لم اثنين عليه وعمل التاتش والتاني خدها على طول في جول قفشه. فقفشه النهارده بيجبرك بوضعه في الملعب وبتحركاته انه ينفذ. والحقيقه رايق يا كابتن النهارده. رايق. هايل. رايق النهارده. رايق وهايل. وهقول لك على حاجه، في لعيبه كتير جايه النهارده بتلعب، نازله الملعب عايزه تلعب. ايوه. عندها نفس تلعب. ايوه. زي كهربا مثلا، كل ما الحاله البدنيه بتاعته هتزيد اعتقد ان دماغه هتبقى فيها كوره يقدر يترجم، ولو جاب جول كمان بيخليه انفورم، يعني بيخليه بيفكر اكتر في الملعب. عشان كده هو خارج ساعات بيبقى زعلان مثلا. واحده النهارده يا كابتن من افضل ماتشاته النهارده. طبعا. يعني النهارده كهربا يعني عنده تحرك النهارده بشكل غير طبيعي. والله يا بلال كلهم يعني النهارده اول تايم انا بقالي كتير قوي ما شفتش الوان تاتش ده. الباس باس 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 وبيترجم باهداف. ايوه صح. عشان كده احنا كنا طمعانين واحنا بنتفرج على اكتر من كده من اهداف، اكتر من كده. ماتش حلو قوي، لعيبه الاهلي بتتحرك كويس قوي، لعيبه الاهلي ممكن تجيب جول واثنين وثلاثه. ثبتونا في المشاهده، نسونا حكايه التنافس اللي على النقطتين والحاجات دي. بقينا حاسين ان الاهلي اول السيزون. أيه. كحاله بدنيه. أيه. كمان يعني انا حاسس ان انا ما بتفرجش مش اخر السيزون ده. مظبوط. يعني الشوط الاولاني في هدوء في الباس، في هدوء في رؤيه اللعيبه لبعض، في التحركات. بص هنا قفشه نزل عشان الايمان يستيل. الايمان بامكانيات اللعيبه. المفاجاه بالنسبه لي انا بقى بواليا. تحركات بواليا والوان تاتش انا والباس. قلت لك قبل الماتش كابتن شريف، انا بالنسبه لي انا بصراحه بواليا النهارده مفاجاه، انه اندمج مع اللعيبه اللي هي الفوتبولر، قدم اداء جيد زي قفشه زي كهربا بص زي سلية النهارده. الثلاثه دول عندهم سنس في اللعب، ان هو امتى يعمل الكيلينج باس، الباص القاتل اللي هو في اي وقت يقدروا يعملوه. علي معلول نفس الشكل. فهو النهارده بقى بيتعامل معاهم انه بيريحهم بقى، بيسقط الخطوتين ويريح الكره اللي في وشه، ما بيزودهاش. صحيح. ما بيقلفش يعني. صح. ما بيحملش نفسه ما لا طاقه لها به. فعشان كده كان شكله كويس قوي. مزبوط. وعشان كده ربنا. وبعد كده ما هو الجول الاولاني لما جابه كمان بس شكل نفسه اتفتحت وابتدى لعبه يبان شويه. برضه ما ردتوش على سؤالي، عايز ايه؟ وليا يمشي مع شريف؟ وليا يمشي مع اي حد الحقيقه. يعني اصل قصه الاربعه، قال لك اسامه هيلعب 4-4-2 بس، وليا لما العب 4-4-2 هيبقى قفشه هو اللي ناحيه اليمين. يعني ليه؟ هقول لك حاجه. ليه قفشه ده كمان ما يقربش من محمد شريف؟ و ما هتغير بقى الاسلوب. ماشي، ما هتلعب بشكل تاني. ما انا هقول لك على حاجه، انا مش معترض. انا في اوقات، في اوقات بتقدر تلعب كده، لكن في اوقات العب 4 انا في اوقات اقدر العب 3-4-3 كويس. أي. اقدر العب انا في اوقات اقدر العب 4-3-1-2 اللي هو قفشه في النص الاثنين اللي انت نفسك فيهم اللي هو بواليا. أيوة. انت بص في الكره دي، كابتن الكره دي فين يا كابتن؟ بص كهربا فين؟ انت شايف كهربا؟ انا بقول لك في تحرر. طبعا. ولا مركزيه طبعا من كل اللعيبه، وتبادل حقيقة. تبادل في بين اللعيبه وبعضها. بص بيشاور له يقول له تلعب الكوره فين، في زياده عدديه في نص ملعب الخصم. زميله بيقول له تلعب الكوره فين. في حاجه كنا بنعاني منها برضو، خلي بالك، التحرك بدون كوره. وده تحضير نموذجي ورؤيه للعيبه كلها. يا بس الاخيره راحت بعيده قوي من اقرب. لا يعني قرار صعب ده، كان لسه في عدد من اللعيبه قريبين. ايوه مظبوط. هو لعيبه بتتسرع يعني، هو تمنى شيء معين وهو يقدر يلعبها فراحت منه فتحت الكوره يعني. طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي بعد المباراه ونشوف مستر موسيماني قال ايه عن مباراه اليوم. لا تفضل، الاسئله على طول. حد ليه اي سؤال؟ تفضل يا فندم. Ever since I came to this club, I've never spoken one word about Zamalek.
من وقت ما جيت النادي مفيش مره كلمت كلمه واحده عن الزمالك. I'm 10 months here. Never spoke about Zamalek. 8 اشهر ما بتكلم عن الزمالك. Why should I speak about Zamalek today? ليه اتكلم النهارده؟ هو سؤال برضه عشان ما اسمعش وبيقول دلوقتي في ظل المنافسه وماتشات متتاليه على طول والزمالك متقدم نقطتين شايف ان المنافسه لسه موجوده ولا في صعوبه فيها؟ فبيرد بيقول ان من وقت ما جيت من 8 اشهر عمري ما اتكلمت عن نادي الزمالك، اتكلم ايه دلوقتي؟ I have respect for Zamalek. انا بكن احترام لنادي الزمالك. And I understand they are competitors. والفهم المنافسين. Okay, there was a coach before Zamalek who was speaking against Ali, the one who left. كان في مدرب قبل كده في الزمالك كان يتكلم عمل تصريحات ضد النادي الاهلي. What his name? Bacchit. I never spoke about that. انا ما ردتش وهو ما اتكلمتش. I don't know if the coach that is Zamalek is speaking about Ali. ما اعرفش دلوقتي الكوتش الحالي للزمالك ولا الحالي للزمالك بيتكلم عن الاهلي ولا لا. But me, my job is to speak about Ali. بس انا دوري وظيفتي نتكلم عن الاهلي. I must focus on my team. مركز مع فرقتي بس. Okay. And the competition. Yes, there is a competition. We know that. منافسة عارفين في منافسة موجودة لسه. But we can't worry about what we can control. بس ما نقلقش على حاجة اللي احنا مالناش تحكم فيها. What we can control is our last games. اللي علينا سيطرة عليها ومتحكمين فيها ماتشاتنا الفاضلة بتاعتنا احنا. And God knows, only God knows what's going to happen. وربنا بس وحده يعلم ايه اللي ممكن هيحصل بعد كده. Next period. You have a pressure in the games, in the games in row, and you want to win. The team has to win to different competition. هل هو مجهز؟ Did you? Did you prepare any plan B? You have to win the next games, and you have many games in row. Did you have a plan B for any subs or any something or any injury for the other players? Plan B for what? بقول إيه يعني خطة بديلة إيه لو حد تعور يعني ولا إيه بالظبط؟ Yeah, because. Maybe it's happening some injuries or something. Do you have a player or suspension or something like that? Do you have another plan for that? Yes, that is. We are where we are in those situations because why Sharif is not here? Because overloading. Because he's been playing many games. هو السؤال برضه عشان اللي ما بسمعهوش هو بيقول برضه في ظل الماتشات المتتاليه كتير وضغط ممكن يحصل اصابات او ممكن يحصل مثلا ايقافات انت عندك خطه بديله فبيقول خطه بديله ازاي؟ فحضرتك قلت له على اساس لو حد يغيب انت عندك بديل فقال لك هو ده اللي حصل محمد شريف اهو في ظل ضغط الماتشات اهو غايب لان حصل له شد وخرج. And because he's been playing too many games and who is the first person I always substitute whenever we play? Sharif. عشان لعب ماتشات كتيره جدا ومين كان اول واحد دايما بيلعب اول تغييره بعملها كان شريف بطلعه اريحه because I foresaw that he can have this problem and that's why I always substitute him برضه ممكن يحصل حاجه زي كده يحصل المشكله دي فكنت دايما بغيره في الاول عشان احافظ عليه but he's scoring for us بس هو واحد بيسجل لنا لعيب بيسجل لنا and also he wants to be the one who scores more goals like any other striker so if you want to keep him outside عايز برضه يبقى هداف الدوري يبقى يجيب اجوال كتير زي اي راس حربه برضه عنده البطوله لو طلعته بره بضيع فرصه. I've kept him outside one of the games, two games. شو ماتشين هيحطوا بره؟ عشان يقدر يعمل يعني هيحطوا الماتشين الجايين عشان يقدر يعمل ريكفري عشان يقدر يرجع تاني يستشفى ويقدر يرجع تاني الماتشين الجايين. I'm trying to decrease the load on the players. بحاول اقلل الضغط البدني على اللاعبين. That's why I play Saad, give him a chance. عشان كده النهارده الثلاث اسابيع ادينا فرصه مشاركه. And وحيد. And Sulaya also. وسوليه فاهم هو بيحاول قدر الامكان يريح لعيب كتير يعني حتى في حته الارتكاز بتاعت نازل ديانج ساعات نازل حمدي سوليه بيحاول يغير حسين عنده مشكله في رجله فعشان كده طلعه بدله غيره بنحاول نحافظ على اللعيبه بقدر الامكان but I know why because we know why we are in this position بس احنا انتوا عارفين ليه واحنا كلنا عارفين ليه احنا في الموقف ده because we are the team in 9 months who played 14 games on Champions League لان ده الفريق في 9 شهور لعب 14 ماتش في بطوله افريقيا played full games on the Egyptian Cup لعب into the final لعب برده في الكاس مصر اللي هو لغايه النهائي البطوله اللي فاتت اللي خدناها played the World Cup ولعب كاس عالم played the Super Cup لعبنا كاس السوبر that's where we are عشان كده لعبنا ماتشات كتير عشان كده and that's why we don't have a fresh team عشان كده فرقتك مش فايقه يعني مجهده And I prefer to have this. أفضل يكون عندي كده مجهدين بالشكل ده. We have a fresh team. أنا يبقى فريق فايق وفريش. Don't win nothing. وما كسبش حاجة قبل كده. أنا أفضل أشارك وأتعب على أحسن يكون مريح وما كسبش حاجة. We know why we are in this position. عشان كده إحنا عارفين إن إحنا ليه في الموقف ده. And we try and save. We see Malula try and save him and put Wahid. بحاول نحافظ عليه. يعني هو مثلا ساعات بيطلع معلول بحطه واحد. يمكن أحافظ عليه. So I'm just trying to refresh. بحاول بس أفوق الفرقة. Okay.
اتفضل يا فندم. Congratulations for the winning tonight. And you have an adept, especially the Khosa shoot, the Walani. They have a good performance for the team and you created we have many opportunities to score. And sometimes when you one or two small mistakes can change the score defensively. Yes. Defensively. Yes. What is evaluation for the small mistakes happening with the team, especially that you used to train the team one day defensively and second day offensively. So the defensive part, can you see have some mistakes? What is evaluation for that? Yeah. And we can't correct this. We can't say we don't have mistakes in our defense. We have mistakes. ما أقدرش أقول ما عنديش أخطاء دفاعية. عندنا أخطاء دفاعية موجودين. If you don't have mistakes, must keep zero behind. لأن ما عندكش أخطاء دفاعية تخرج بغير أهداف تخش فيك. We did not keep zero behind last match. الماتش اللي فات دخل فينا. النهاردة الحمد لله الشباك نظيفة ما دخلش فينا جوان. بس الماتش اللي فات دخل. So if you want to keep zero behind, you can play the last four games, play 0-0-0-0-0-0-0 and get 4 points out of the last 4 games, and I will look good that I did not concede a goal. قلت بقى مش اهتم بس ان ما يخش فيها اجوان وما تسجلش. يعني انا ممكن الماتشات الجايه دي ما يخش فيها اجوان ويخلص الماتشات 0-0-0 واخد ماتش اخد نقطه من كل مباراه وهبقى سعيد وانا ما دخلش فيها اجوان. But you did not win. لكن مش هنكسب. And if there's a team in the Premier League that can play 36 games. وفي أي فرقة ممكن تلعب 36 ماتش في الدوري من غير ما يخش فيها ولا جول ممكن ينزل درجة تانية. ممكن يبقى فكرة لو عملت 0-0 كده طول 36 ماتش وما دخلش فيه جوان بس عايز درجة تانية. العبرة بالتسجيل مش بالأهداف. طبعا أنا بلعب بجيب جوان فمش هقدر أحافظ على الشباك النظيفة على طول لما هيخش فيها جوان ده طبيعي. بس أفضل إن شاء الله. والنهاردة أهو خرجنا من غير ما يخش فينا أهداف. اتفضل. Congratulations for the winning tonight. The good performance, especially the first half. No, the first half was better than the game of Smile. The match is إذا خدت معمول 4 ماتشات؟ الأربع ماتشات الجاية. وبس على فكرة في سؤال اتسأل على الماتش، يعني كل أسئلة بره الماتش. مش مشكلة. Final question about the game. We play a very good first half, especially when Ricky Karaba coming back to ask for the ball. It was perfect and it was a good performance. But the problem, when we score early, we have a problem to protect the game and the share the performance of the team. What do you manage for that? The games are different. الماتشات مختلفة. Tonight, we just have to keep zero behind and keep the ball. نتحافظ على الجوان وما يخش فيك أهداف. Last time we were eager to go and score the second goal. الماتش اللي فات حاولنا نطلع ونجيب جون التاني. After scoring the first goal. بعد ما جبنا الجون الأول. The opponent never attacked once. They only went one time. الإسماعيلي ما راحش على الجون غير بكرة واحدة اللي جه منها الجون. Cross and they scored. عملوا كروس عمل أوفر وجابوا جون. إحنا اتفاجئنا برضه من الجون اللي جه فينا من الفرصة الوحيدة اللي. They were never there. كنش موجودين خالص عندنا في 18 بتاعتنا. So sometimes we win 4-0 last time. أحيانا ساعات بتكسب 4-0 زي الماتش اللي قبله. What can I say? The last 3 games you scored 7 goals. الكل أقدر أقول آخر ماتشات جبنا 7 أجوان. We conceded 1. ودخل فينا جول واحد. I don't think that's really bad. ما أعتقدش ده مش وحش. يعني هو بيقول لحياتك إن هو. After the games, score 7 and. بشكل عام نجيب 7 تجوان نخش. That's very bad. ده مش وحش في 3 تجوان. I know you want 10-0. I know. أنا عارف أنتوا طبعا عايزين يبقى 10-0. But I don't have. لكن ما ينفعش. كيف؟ حاجة احنا عايزين إنه بس شعور المدربات من الجمهور الأهلي. طب أوكي خلاص. We are human beings. إحنا بني آدمين. We feel the pressure. عليها ضغوط برضه بحس بالضغوط. You can't say there is no pressure. ما نقدرش نقول ما فيش ضغوط علينا. I can tell you that you don't have pressure. I give you a nice statement. And I lie to you. ممكن أقول حياتك وأكذب عليك وأقول لك كلام كويس تصريحات كويسة وأضحك عليك. But who does not have pressure?
بس مين ما فيش عليه ضغط. لو انت بتصارع وتقاطع عشان تاخد اللقب اي حد يبقى عليه ضغط طبيعي يبقى عليه ضغط. We all know that one mistake from us the title might be gone. احنا عارفين ممكن خطا واحد بس بين في ماتش ممكن اللقب يروح منك اللقب الدولي. So as everybody fighting for the title. نسكو زي اي حد بيقاتل بينافس عشان خاطر ياخد اللقب. And you never know. ومحدش يعرف ايه اللي هيحصل. So God knows. ربنا وحده يعلم. Okay, as long as we win our matches game. طالما بنكسب ماتشاتنا ماتش ورا ماتش ده اللي محتاجين نركز فيه في ماتشاتنا. فلازم علينا ضغط زي ما قال حد. Okay حبيبي. Okay. Thank you. كلنا موجودين وحسبنا مفكره يعني يجوا بعد كده على طول. Please invite you. كابتن عادل واضح ان المكسب بدري بتاع الشوط الاولاني سهل الامور شويه لمستر موسيماني. اه ما احنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو فبعد المباراه قلنا ان الهدف الاولاني اللي سهل الامر. ما انا قلت لك كابتن اول فرصه للنادي الاهلي بيخلي الفرقه تروح للبلان الثاني اللي هو لو احرز هدف. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتعمل طرق الطريقه اللي بتلعب بيها قدام الاهلي دائما بتعملها دفاعيه. تطوير من الدفاع للهجوم بيتطلب فرقه تكون اقوى من الفرقه اللي جابت احرزت الهدف. ليه؟ لان لو فتحت الخطوط بتاعتها الفريق زي النادي الاهلي هيعرف يجيب الجون الثاني زي ما حصل النهارده. انت يمكن قلت يا كابتن بين الشوطين ان الكابتن حلمي طولان فتح الملعب بدري بعد الجون الاولاني صح؟ ايوه. اول ما بدا عاوز يعوض الكابتن حلمي طولان جبنا الهدف الثاني وضيعنا هدف كمان الثالث بتاع بواليا اللي اتكلمنا عليه. ايوه. اللي هو جت جنب العارضه. ايوه. كان هيبتن الحته بتاعت الوقفه نفسها يعني. لو مشينا كده برجاوي مشي بعد اذنك مشي يا برجاوي شويه. كمل اللعبه. كمل كمل اللعبه اقف هنا يا برجاوي بقى اقف بعد اذنك. بص يا كابتن. يبدو ان وقفه امبي مثاليه. كعدد. ولكن خلي بالك هما باصين للكوره مش باصين للخصم. ما انا هكمل يا كابتن. يبدو ان في البدايه الوقفه ممتازه صح؟ ايوه. لان انت بتتكلم في واحد اثنين ثلاثه اربعه وفي واحد هنا مش باين ادي الخامس ودي واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام؟ بس الزياده العدديه دي لا تعني شيء لو مش واقف صح. ما انا بقول لك كابتن هكمل. ايوه. كل اللي احنا شايفينه ده كله ها؟ بيتضرب بباص. بالظبط. كمل يا برجاوي كمل. دي الثغرة بقى. نكمل بقى الكرة دي. كمل. لا بصينا على الكرة مش بصينا اللي جاي. نقف تاني؟ نقف تاني؟ يعني كل العدد ده بتاع امبي لو باصص كويس مش هتوصل الكرة كده. يبقى بالتالي مش العدد فعلا يخليك انك انت تسيطر على الناحية الدفاعية. مظبوط. ادي لما تتلعب التاني. خلينا في الكرة دي كابتن بلال عايز اسألك في حاجة بقى هنا. هنا في زيادة عددية من لعيبة امبي جوه ال 18. كان لازم يقابلها زيادة عددية خصوصا ان هو الراجل اللي ناحية اليمين ده ما فيش قدامه غير حاجة واحدة بس. ان هو هيلعب الكرة بالعرض. صح مظبوط. فلازم الزيادة العددية من لعيبة النادي الاهلي تتناسب مع الزيادة العددية لمدافعي امبي. اه تمام مظبوط. كمل معلش كمل الهجمة بعد اذنك. نكمل. بس اقف. لا 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 هات الكادر تاني بعد اذنك ورا شوية برجعه بعد اذنك. بس 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 كده. بص يا كابتن. اللي في ال 18 دي النقطه اللي كنا بنتكلم عليها من بدايه اللقاء. ماشي. انك دايما الاثنين الوينجرز بتوعك لازم يكملوا كراسات حربه. انت عندك بواليا هو الوحيد اللي موجود وفي مكان على فكره متميز. أي. تمام. الطبيعي لما الكره تكمل كمل بعد اذنك كمل يا برجاوي. الطبيعي اللي بيحصل المفروض اللي يحصل كالتالي ان بواليا يجي على الزاويه القريبه هو اللي يقطع المسافه دي كلها ويجي من وراه كهربا. أي. تمام. أي. لان حسين الشحات هنا في الحته دي. أي. لما يتحرك بواليا يبقى عنده يبقى في مستين هنا في الحته دي. أيه. انه بيتحرك ويسبق الخصم وفي نفس الوقت بيفضي المساحه اللي من وراه لكهرباء. لكن عشان انت برضو ودي النقطه اللي لازم يشتغل عليها مستر موسيماني الاثنين الوينجرز لازم يشتغلوا بدماغهم جوه ال 18 تمام. ما ينفعش يبقى عندي اثنين وينجات. انا ايه الهدف من ان انت بتعمل تاكتكس؟ ان انت عايز توصل عشان تجيب جول في الاخر. فهتجيب جول من كره عرضيه مش هتيجي كده بالشكل. أيه. ده الا اذا اتلعبت الكوره على دماغ بواليا مكان ما هو واقف او في المكان اللي بيتحرك فيه بواليا او على الاقل يا كابتن ما هي ممكن الكره تبقى على الارض يبقى في تكمله وزياده عدديه من الجناحين. وده اللي انا بقوله. ايوه بالظبط. ان هو مش شرط يلعبها بدماغه بالظبط يعني الكره دي ما الكره تلعب على الارض. لو حسين الشحات قاطع بس هيخطف متر واحد بس كان ممكن يسجل هدف. مظبوط. لو قاطع لو بواليا هو اللي بيتحرك صحيح. ممكن برده يجي ويسجل هدف. صحيح. تحركات الفراوده في ال 18 مهمه جدا يا كابتن. مظبوط. انت النهارده عملت النهارده بتاع 8 9 12 13 كروس تقريبا. صحيح. جبت جول. مظبوط. وكان في خطوره في بعض الحاجات.
بس مش هتقدر تسجل الا اذا تواجد كهرباء. بص كهرباء بعيد خالص مش موجود بره 18 طبيعي جدا. الحاجات اللي زي دي يبقى على طول اول فكر بالنسبه لي كلاعب وينج ان انا اكمل في ال 18 بدماغي برجلي بهتزحلق يعني الكره بتترد وتقع المهم يبقى انا موجود في ال 18 زي الهجمه اللي قلنا بوالي اتحرك غلط بس ديانج كان موجود كهربا كان موجود حسين الشحات كان موجود فبالتالي لما السكند بول حتى انت جات لك كلاعيبه النادي الاهلي فالنهارده التواجد العددي بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في 18 في الكرات العرضيه مهم جدا جدا لان في ماتشات مش هتكسبها غير بكده. مظبوط صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه من وجهه نظري يعني ماتش النهارده كان عباره عن شوط واحد هدفي الشوط الاول انهوا المباراه تماما. مظبوط ده اللي قلناه الشوط الاولاني انت جايب جون في اول دقيقه كلنا اتكلمنا في النقطه ديت ان الكابتن حلمي اساسا من المدربين اللي مش مغامر قوي في الهجوم يعني بيتحفظ ويلعب على المساحات الخاليه اللي انت الظاهرين بيطلعوا فيهم الظاهرين بتوعك بيطلعوا فيهم بيلعب بتحفظ. انت جبت الجون بتاع بواليا في اول دقيقه 1:50 يعني ما كملتش دقيقتين فالاسلوب عند المدير الفني وفلسفته بتتغير بس اتغيرت من بدري ممكن الكلام ده مثلا يجي في الدقيقه 70 يجي في الدقيقه 80 فبيبقى عنده نقف هنا نقف هنا ممكن نقف هنا طبعا الكورنر ده اولا انا هقول ماشي ده ملخص لسه مش الهدف ماشي بس انا عشان الكوره دي المتحركه بس دي عملت خلل في مدافعين نادي ام طبعا كمل يا كابتن مصطفى انت عايز اشرحها لا هنشرحها في الاخر بس هنجيبها دلوقتي نجيبها ماشي يا كابتن مصطفى دلوقتي الكورنر ده النادي الاهلي متعود عليه دلوقتي كتير قوي أيوة. بين معلول وقفشه بيعملوا 2-1 او 2 حتى ساعات واحد ما بيروحش طبعا موقف صعب بس خلينا هنا عشان ابص برضو بص يا كابتن اسامه هبص على الزياده العدديه لعيبه ام بي 8 اولا في وجود تقريبا 2 جوه ال 18 ايوه ماشي ايوه نلعب انت بص يا ايمن او الموقف ده كده استنى اصبر الموقف ماشي نجيبها برده تاني من الاول انت معلش نجيبها من الاول تاني ومعلول بيلعبها بشمال اصبر ماشي الموقف الاولاني ان لعيبه ام بي يبقوا جوه ال 18 حتى لو لعيبه النادي الاهلي بره ده موقف طبيعي هي المشكله لما الكره تتحرك ايوه بالظبط لانه كده. هم بره ال 18 الخطوره عندهم مش كبيره هي الخطوره هتبقى في المنطقه اللي بين الستة ياردة وضربه ونقطه منطقه الجزاء اللي بيجي منها الاهداف مظبوط هي المشكله ان هناك دلوقتي 2 لعيبه من النادي الاهلي واحد بس رايح منهم واحد بس من لعيبه انبي والتاني لسه جاي متاخر فالنادي الاهلي عنده فرصه ان يلعب وبعد كده الناس اللي بره ابتدوا يخشوا هنا التحرك بتاع لعيبه النادي الاهلي خلخل مدافعي انبي في الوقفه بتاعتهم وبواليا قدر يقطع الاولانيه وحط من غير مراقبه خلينا ثابتين في الكره ديت لا خلينا ثابتين في الكره دي لا نرجعها وهي رايح وهي برده هيلعبها علي معلول بس كده لا بص ارجع سنه بس ارجع سنه ماشي بص يا كابتن بس كده بس كده بص اللعيب بتاع انبي اللي هو مش شايف الكوره ولا علي معلول وشه لوش بوالي بص يا ايمن وقفه انبي كلها خطا من بدايتها اولا لما يكون اتنين هناك بيلعبوا الكورنر لازم 2-2 من بدايه عشان ما يلعبش 2-1 من البدايه ادي اول خطا الخطا الثاني في فرق بتعمل دفاع منطقه بس وما يلعبش مان هم مش عاملين دفاع منطقه طب في فرق بتعمل جزء دفاع منطقه وجزء مراقبه هو لا عامل دفاع منطقه ولا مراقب يعني انت عندك بواليا فاضي عندك هيجي اعتقد عمرو السولية هيجي من ورا متحرك فاضي حتى الكره لما اتحركت بين معلول وقفشه ومعلول لعبها في 2-3 داخلين من لعيبه النادي الاهلي مفيش رقابه عليهم يعني لا هو لاعب مان تو مان ولا هو عامل دفاع منطقه فالنادي الاهلي عشان كده اكتر من لاعب كان فاضي وقدر بواليا يقطع الزاويه الاولانيه وحط دماغه فيها كويس قوي وجاب هدف جميل يعني ماشيه بقى بص كمان في واحد اعتقد ده ياسر ابراهيم كان جاي فاضي مظبوط مفيش رقابه صحيح لكن لو هو عامل دفاع منطقه جوه السته يارده ممكن وهي بتتلعب كده هتلاقي الناس بتاعه الازرق تقطع مواجهه للكم بالظبط طيب هنروح مره ثانيه لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي
بجد تحيلك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا كل كابتن الكبار معنا، طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اللي اكيد بنبارك له النهارده طبعا على الثلاث نقاط. مبروك يا كابتن سيد طبعا بالنسبه للمباراه، شايف الجيم ازاي؟ الظروف يمكن حطتنا في ضغط كبير جدا المرحله اللي جايه، لكن بداناها النهارده بثلاث نقاط، حطينا في الاجواء كابتن سيد. يعني ما فيش، انت فاضل اربع مباريات على ختام الدوري، كره القدم فيها كل حاجه، يعني انت بتتكلم في 360 دقيقه اللي باقيه من عمر المسابقه، يعني وارد فيها كل شيء ممكن. المهم ان انت تمشي في طريقك وتمشي في سكتك يعني، وهي دي كوره، لازم تبص في الحته اللي تخصك بس. يعني كل يعني كل الفرق فرق محترمه، وكل فرق بتدافع عن اسمها ومكانتها وتاريخها، وده وضع طبيعي جدا جدا في التعامل. يعني لا بنزعل من حد ولا بنزعل حد في الموضوع ده. يعني دور الجمهور مهم جدا يا كابتن سيد الحقيقه، الفتره اللي فاتت عهدنا على الجمهور معروف، لكن الفتره اللي جايه الحقيقه مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، لابد يكون في دعم كبير جدا للمرحله، لان في امل كبير حتى اخر دقيقه في بطوله الدوري العام، في امل لفريق النادي. انت لسه بقول لك فاضل اربع مباريات، اربع مباريات فيها كتير جدا جدا من المفاجآت. يمكن يعني لو في حد ممكن تتكلم معه هو نفسك، يعني انت في فترات كتيره جدا فقدنا فيها نقاط ما كانش ينفع ان احنا نفقدها خالص السنه دي يعني، لكن هي دي كوره، يعني زي ما بتغيب ممكن ترجع لك يعني، فوضع طبيعي جدا ان انت تتعامل. مهم انت يعني تمشي في الطريق بتاعك، يعني هنمشي في الطريق ده، هنكملهم باذن الله تعالى، وان شاء الرحمن ممكن المباريات المتلاحقه والقريبه من بعض دي تبقى فيها حاجات كتيره. يعني المهم ان انت يعني تكمل في طريقك انت. يعني الدوافع موجوده كابتن سيد بالتاكيد، لكن مردود الجلسه مع كابتن محمود الخطيب وصلت للعيبه ازاي مع فريق النادي الاهلي؟ يعني زي ما انا قلت، يعني في الاول والاخر مباراه متلاحقه جدا جدا، ويعني ورا بعض بشكل كبير قوي، احنا خدنا الكثافه الاعلى في كل حاجه، في وانا يمكن قلنا ونبهنا في شهر رمضان احنا فقدنا 10 نقاط في شهر 10 كامله من سموحه والزمالك والمحله والجونه لو تفتكر، لعبنا في عدد مباراه في عدد ايام ما فيش فرقه في العالم لعبتها خالص يعني، وبنكمل برضو لحد دلوقتي بنفس النهج يعني، مش وقته الكلام ده خالص يعني، لكن في النهايه يعني بقوا مع ذلك ما بديش مبرر لو في اي حاجه في الاول والاخر يبقى بتلوم نفسك يعني، لكن انا مصمم ان ممكن كره القدم فيها 360 دقيقه زي ما قلت، فيها اربع مباريات بتحمل كتير جدا من المفاجات والافعال يعني، خلينا بس نمشي في طريقنا. عندنا مشوار يوم الثلاث مع طلائع الجيش، ثم المصري، ثم الجونه، وبعد كده هنختم باسوان يعني. المباريات القادمه والتلاحم الكبير، يمكن عندنا السويس وما نطلع الاسكندريه، مباراه الجونه برضه مش هتكلم عليها دلوقتي، لكن ممكن تبقى في اسكندريه والمباراتين تكون مع الاسماعيلي في اسكندريه كتير. لا ده ما بيتعملش لينا احنا الكلام ده، الكلام ده ما بيتعملش لينا احنا يعني خلينا بس نتكلم في حاجات كده تخصنا، مش عايز اروح في حته ثانيه عشان بس يعني ناس كتير تقعد تقول لك بص في ورقتك، يعني يا عم اديني ورقتي الاول بعدين هبص فيها، ده انت موزع ورقتي في كل حته. سلام. بنشكر اكيد طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ. الحقيقه يمكن واضح اكيد يا كابتن ايمن، طبعا يعني يمكن انا بسال سؤال طبيعي جدا، النادي الاهلي يمكن عنده طلائع الجيش المباراه القادمه في السويس، ثم عنده مباراه المصري في الاسكندريه، ومن بعدها مباراه الجونه، يعني هل هيكون في مباراه الجونه هيكون في الاسكندريه ايضا؟ ده امر كنا بنحب نسال عليه، لان الضغط كبير والتلاحم كبير جدا، النادي الاهلي في ضغط وعنده ثلاث مباريات، بناخدها مرحله مرحله، لكن السويس ثم الاسكندريه، هل ممكن نروح الجونه ولا امر الجونه ده ممكن يحسم طبعا مع الاتحاد المصري لكره القدم وتكون المباراه في الاسكندريه؟ كل الامور دي وتساؤلات عديده جدا، بنامل ان احنا نشوفها ان شاء الله المرحله القادمه، لكن عهدنا كبير باللعيبه، عهدنا كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي، مباراه وانتهت، صفحه اتقفلت، نبدا ان شاء الله نركز فيها المباراه القادمه وهي مباراه طلائع الجيش، اللي بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي يستمر في حصد ثلاث نقاط، والامل موجود ان شاء الله حتى اخر لحظه واخر ثانيه في بطوله الدوري العام. الزميل العزيز كريم احمد، اجابه السؤال دوت بتاعك وبتاع الكابتن سيد انا مش هقدر ارد عليه، يعني انا حته الجونه هيلعب فين ولا ما يلعبش فين انا مش هقدر ارد عليه، هي ماتشات متلاحقه والدنيا مضغوطه قوي الفتره ديت، وهم اتحاد الكوره او اللجنه عايزه تخلص يوم 26/27، فبصراحه الضغوط كتيره جدا 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 الموسم ده على لعيبه النادي الاهلي، مش بقول كده تحيز، ولكن الضغوط كانت صعبة جدا جدا جدا، من أصعب المواسم اللي مرت على النادي الأهلي. إحنا هنلعب لحد آخر ثانية، وكلنا عندنا ثقة في جهازنا الفني واللعيبة بتاعتنا، وعندنا ثقة بالله قبل كل دول، لحد آخر ثانية هنلعب، والتوفيق يجي من عند ربنا. كابتن عادل، نشوف التغييرات. نعم؟ نشوف التغييرات. أليو ديانج مكان عمرو السولية، وده تغيير عادي بيتعمل. طاهر محمد طاهر بدل حسين الشحات، حسين الشحات
صلاح محسن بدل محمود كهربا، محمود وحيد بدل والتر بواليا، سعد سمير بدل ياسر ابراهيم. كلها تغييرات منطقيه، كلها تغييرات تريح اللي احنا اتكلمنا عليه. انت كنت كسبان، عندك وقت انك انت تغير، عاوز تجيب لاعب اخر، عايز تعلي لعيب تاني، فخليت التغييرات كلها تبقى تغييرات مش اضطراريه. ليه؟ علشان التغيير الاضطراري لما بتبقى انت عندك اصابه فانت ما وصلتش لدي علشان انت خلصت الماتش في الشوط الاولاني. ولكن افضل التغييرات اللي انا من وجهه نظري سعد سمير بدل ياسر ابراهيم، لانك حتى لو في الدقيقه 90 بس نازل في الدقيقه 90 حتى لو في الدقيقه 90 انا بقول لك يا كابتن ايمن دي تغيير ثقه. أي. ان هو بيدي الواحد ثقه، هو مش عايزه بس بيديله انه نزل ملعب بقى سليم. ده بالنسبه لسعد السمير. حتى محمود وحيد انت برضه بتديله الثقه انك انت متواجد. التغييرات دي كلها يا كابتن ايمن في الاخر هتؤدي على ايه؟ حاجتين مهمين قوي، انك انت بتكتشف لاعبين للموسم القادم، ده رقم واحد. رقم اتنين انك انت بتريح لاعبين عندهم ثلاث مباريات او اربع مباريات ورا بعض في وقت قليل قوي، فانت بتسند على اللعيبه دي. هي دي هكذا كره القدم، في التغييرات بتبقى كده. صحيح. انك انت ممكن تبقى عندك لعيب اساسي ولعيب تاني يريح الاساسي، واللعيب التاني مش معناه ان هو احتياطي، لا، ان هو بيخلي اللعيب الاساسي يتنحرر. انت لو كنت وحيد في مكانك مش هتقدر انك انت، عايز اقول لك، تتميز. وخلي بالك احيانا البدائل اللي بره بتنزل تصنع الفارق. محمد هاني دلوقتي واكرم توفيق، عندنا باكين اتنين لعيبه في الباك رايت عاليين جدا، قبل ما كان في وقت ما عندناش الا باك رايت واحد وتعور من عندنا، فما كناش عارفين نجيب مين، وكنا ساعات بنحط احمد رمضان. لكن بكم، لكن انت دلوقتي عندك اتنين ظهير ايمن على اعلى مستوى. ايه اللي خلى الموضوع ده؟ لما اكرم توفيق خد في الباك رايت وادى الاداء المتميز قوي ده، ايه اللي حصل؟ صح. الغيره الجميله اللي هي المفيده اللي بيحبها اي مدرب في الدنيا، ان يبقى عنده اتنين لعيبه في كل مركز هايل وكويس. اتفضل يا كابتن. صحيح. طيب كابتن بلال، نبص بقى على الجول الثاني من اوله. هات لنا الجول الثاني من اوله، من بدايه الهجمه، من بدايه الهجمه. ماشي. جمله اكتر من رائعه. وكهربا اتصرف فيها كويس قوي. اهي. نجيبها. لا من الاول، لا من الاول. من قبل ما تيجي الكهربا. كابتن بلال، من اول بناء الهجمه. انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا يعني، واحنا برضو واحنا والهدف شغال. عايز اقول ان النهارده طريقه تحضير لعيبه النادي الاهلي النهارده جيد جدا. الاستحواذ بتاع لعيبه النادي الاهلي جيد جدا. التحرر بتاع لعيبه النادي الاهلي جيد جدا جدا. صحيح. جدا جدا جدا. يعني ده عمرو السوليه بيلعب، بص بقى محطه اهي، وقفنا عند بواليا. لا، كره بواليا. ايوه بالظبط. طبعا يعني الوان تاتش، خد بالك، وانك لعيب، هي ده، بص، هي دي المحطه اللي احنا بنتكلم عليها. وفايده انك بتلعب براس حربه، بيعرف ينزل تمام، يستلم ويبتدي يباصي للعيبه. النهارده نزول يعني اللي كان شريف بيعمله كان بياخد لقدام، وضع طبيعي يعني. شريف الكره دي هيتحرك على طرف الملعب، فهتبقى الامور بالنسبه له او بالنسبه للمجدي قفشه، مش هيعرف ياخد السكند بول، او هياخد مثلا الوان تاتش او الكره الثانيه، اتلعبت بشكل جيد جدا. نثبت في الكره دي. بس ارجع بس، هات الابي، هات ماشي يعني، هات الكره اللي قبلها، من قبلها، من قبلها، هات اللي قبلها على طول. بواليا بيباص يا كابتن. ماشي. بص مين اللي استلم الكره وراح يكمل. بص بقى كهربا بيتحرك في لجوه، يعني التحرك بتاع كهربا برضو اكثر من رائع لحاجتين. اولا ممكن يكون بيفضي مساحه لعلي معلول عشان يتحرك، ودي حاجه ودي نقطه مهمه جدا جدا. بس اثبت هنا. ماشي. ها، المهاره اللي اشتغل فيها بشكل كويس قوي قوي. بص قوي، المهاره يعني. دي ضربت كام لعيب؟ انت بتتكلم في حوالي ثلاث لعيبه بالظبط. ثلاث لعيبه اتضربوا في الكره دي. ثلاث لعيب. والرؤيه بقى، وتكمله مجدي كمان في الكره رائعه جدا. ورؤيه كهربا. ما هو كهربا، هو كهربا، بص، صنع هدف رائع فعلا بتحركه رقم واحد الاول. صح. استلامه والمهاره اللي عملها بشكل كويس قوي. الباصه كمان اللي باصاها المجدي، انه يخليه يلعبها وان تاتش. ممكن تكون الكره سريعه، ممكن تكون لقدام شويه، تمام، ممكن يعني في يعني الباص برده مهم جدا، توقيت الباص
وسرعه الباص مهمه جدا جدا، يعني اللي رجع الكره ورا ممكن يحطها له قدام شويه يا كابتن. هتضطر هتحتاج انك تسند ده على الشوط على طول. بالظبط اديها له انك شوط، لا سجل. انا ببصيلك باصه جول، باصه ان انت تسجلها يعني تلعبها من وان تاتش من اول لمسه تعمل فيها اللي انت عايزه. تمام، عكس ممكن ان هو يحطها له قدام شويه او متطرفه شويه، فيضطر مجدي قفشه يستلم ويبص ويتفرج وعايز يلعب بالعرض. كل لعيبه النادي الاهلي رائعين في الهدف ده. طريقه التحضير جيده جدا. بص مين اللي بينزل، حسين ده اعتقد ده حسين الشحات. ايوه تمام، حسين الشحات بينزل نص ملعب، وده التحرر احنا بنتكلم فيه، انك مش كل كوره بس نسبه هنا نسبه هنا نسبه هنا ده حسين الشحات. ايوه بص يا كابتن، بمناسبه التحرر خلي بالك لعيبه امبي زي ما قال الكابتن عادل، لعيبه امبي تبدو وكانها واقفه في نص ملعبها مقفله، هم تبدو وكان كويس. بس بص لكن بس في مساحات بلا وعي بسبب كابتن. هم انت لما لو هتتكلم بس ايوه لو هتتكلم منطقيا أيوة. منطقيا هم واقفين صح. ايوه مش زياده أيوة عدديه، لا واقفين صح. واقفين صح هم واقفين صح، لكن تحركات لعيبه النادي الاهلي تحررهم تحركهم مفاجئ. أيوة. ده التحركات بواليا لما نزل غير محسوبه. بواليا نزوله ادى فرصه لمجدي قفشه انه يرجع لورا يستلم، كهربا اداله فرصه ان هو يضم لجوه، فبالتالي بيكمل مجدي قفشه مره. دي جمله رائعه، دي التحركات. انا اول مره بشوف سويتش بيعمله كهربا من بره والكوره مش معاه عشان يعمل سبيس ويستلم ويلم السبعه اللي لماها ويقعوا ثلاثه على الارض ويروح عاملها الباص زي ما قال بلال على التوجيه بالظبط. صح صحيح، فده صح. يحسب لجميع اللعيبه وان تاتش كله مظبوط، الا الكره اللي وقفها بس كهربا ولم فيها اللعيبه. دي زي اللي كنا بنتكلم عليها برضو اللي هي اللي اتلعبت برضو اللي بواليا المجدي قفشه، مجدي قفشه اللي طار محمد طار. هذه التحركات اللي احنا محتاجينها. اكتر حاجه عجبك ايه لانك انت بتنتمي لدي وتحبها يا كابتن؟ بواليا. اه طبعا انت بتحب المهاجم اللي يعمل المحطه. كابتن بص انك تخلق فرص مهمه راس الحربه. أيوه. مهمه التحرك بتاعه صح. مهمه انه يكون محطه جيده، مهمه الوان تاتش، لان انت بتدي فرصه للبلاي ميكر بتاعك انه يتحرك. اول ما كانتش اتعملت دي صح. مجدي قفشه النهارده كان رائع ليه؟ تحركات بواليا والوان تاتش اللي بيعملها، وان هو بينزل فيفضي لك مساحه فيبقى عندك رؤيه ويدي فرصه للوينجرز كمان. ما هم ده اللي بقول عليه، يدي فرصه للوينجرز بتوعك ان هم يتحرروا. يا كابتن انا حبيت اقول لك مهمة جدا يا بلال، علشان انت بتنتمي للحته الفيرود لازم يبقى محط، عارف دي لو ما كانش بواليا نزل كانت اتلعبت وان تاتش من الاولانيه لمين؟ عارف لمجدي قفشه. لمجدي قفشه، مجدي قفشه هيضطر يقف يستنى علي معلول، يستنى علي معلول، يستنى كهربا، يستنى. برافو عليك. كل مزبوط. الهجمات السريعه اللي اتعملت النهارده جايه من التحركات بتاعه بواليا. حسين الشحات بس قفشه بقى متمرس في في انت عارف ليه يا كابتن؟ عشان بيلعب بوشه. ايوه مزبوط. لا بواليا بيدي حساسيه الرجل بتاعته في التهديف. هو طبعا دي رائعه جدا جدا جدا، لكن انا عايز اقول لك التميز الاكثر النهارده يعني. ان قفشه بيلعب بوشه، معظم الماتشات بيلعب بظهره بيستلم نص يا اما بيستلم من نص الملعب من بعيد قوي يا اما بيلعب بظهره. وخلي بالك هو عنده ميزه كويسه قوي، بيعرف ياخد القرار في التوقيت المناسب. ميزه هايله هو في بواليا، عنده امكانيات، عنده امكانيات وقدرات جيده جدا كابتن عادل. صحيح، لكن انت عشان تظهر امكانياتك وقدراتك محتاجين اللعيبه اللي جنبك يتحرروا يتحركوا. النهارده ليه بان الثرو باس بتاع قفشه الاولاني اللي بوش رجله الخارجي بان انه رائع جدا؟ التحرك بتاع بواليا، هو استلم بواليا نزل وان تاتش لقى طاهر محمد طاهر بيتحرك فحط له جمله رائعه رائعه، ولو كان جه هدف كان هيبقى من افضل الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي السنه. طيب. من افضل الاهداف دي. وبعدين قفشه من مميزاته الكبيره جدا انه عنده هدوء وثقه في النفس ودقه في الاداء. يعني يعني هو دي الكهرباء لعبها له الهدف اللي جابه، كهربا فعلا لعبها له يعني نموذجيه على التسديد، بس ممكن واحد يشتغل يعملها بعافيه، ممكن يعملها في السماء. هو عنده دقه صحيح. في انه يحط بطن. هو لعيب كوره، لعيب كوره مصنف صحيح. طب يا كابتن شريف، ردود سريعه ايجابيه النهارده من ايجابيات المباراه، ايجابيات الوان تاتش والتحركات بتاعت لعيبه النادي الاهلي. طيب كابتن اسامه، ايجابيه من ايجابيات المباراه؟ من الايجابيات انه ما دخلش النهارده فينا هدف، بس هي ايجابيه واحده اللي انا عايزها. ماشي كابتن عادل، الفينش وتغطيه الجون الاول. كابتن بلال، تحرر اللعيبه النهارده بشكل عام في الملعب انا بشوفها من افضل ايجابيات اللعيبه بتاعه النادي الاهلي النهارده، بالاضافه طبعا لل طيب اخيرا فينا جول يعني. اخيرا كابتن شريف، رجل المباراه من وجهه نظرك؟ قفشه، محمد مجدي قفشه. كابتن اسامه؟ قفشه برضه. اه طبعا قفشه. كابتن عادل؟ قفشه طبعا.
انا عارف هو عايز يقول مين بس يعني بوالي. هو انا عارف هو عايز يقول عايز يقول بوالي هنا بوالي انا شايف بوالي اداء جيد من بوالي جدا هو بوالي ادى اداء جيد بس انا لو بس كهربا جاب جول النهارده اللي شاطها دي وصدها الجون انا كنت اديت يعني كهربا لو معانا ارقام بوالي معلش هو مش تحيز لبوالي بس انا عايز ارقام بوالي عشان الكابتن اسامه بس ليه بوالي عمل ماتش هايل بس قفشه هو نجم المباراه كابتن بلال ما قلتش لحد ما نجيب ارقام بوالي انا زي حالتك كده انا بحب المهاجمين بصراحه أيوه. يعني هو ادى اداء جيد بصراحه النهارده طبعا هدف ما فيش شك شارك في صناعه الثاني غيرت يا كابتن لا هو بيكمل بيقول انا بقول قفشه ايوه أي. ولكن وبواليا يعني رقم 2 بص يا كابتن معانا ارقام بواليا واحد بس يبقى قفشه بواليا ماشي نقربها شويه عشان قفشه بواليا قفشه بواليا انت قفشه بواليا قفشه بواليا ادي عدد مشاركات اساسي لعب 4 اساسي من 16 الاهداف 3 صناعه الاهداف 1 صناعه الفرص 8 كنت فين بص نسبه المشاركه الاول احنا عايزين في الماتش بتاع النهارده يا كابتن دي كل المشاركات دي بصفه عامه عامه ماتش الانتاج الجون اللي جابه الثالث كان جون كان جون هايل عالي قوي يعني صحيح نموذج يعني انت قلت قفشه برضه قفشه بواليا ده لعيب جديد ايوه جديد طيب هم انا معجب حلو تحركات بواليا النهارده انا معجب بتحركات بواليا النهارده عمل ماتش كويس النهارده طبعا النهارده ماتش رائع وعمل ماتش كويس يبقى كده محمد مجدي قفشه هو رجل المباراه بالنسبه لي عارف يا كابتن النهارده تحس ان بواليا بيلعب من غير ستريس صح ما عليهوش ضغوط في ضغوط عليه ممكن وجود شريف ضاغط عليه كتير يعني ساعات كده بتحس ان انت كلاعب مع ان في الحقيقه بيفتح له كتير طبيعي انا معاك انا معاك بس النهارده تحسه بيلعب يعني بأريحية شويه بس لما بيجي يلعبوا الاثنين مع بعض بيلعبوا النتيجه 0-0 لا والنتيجه انت عايز تعوض أيوه. فيها ضغط أيوه. لكن هو النهارده بيلعب من البدايه بدون ضغوط لا والهدف اللي فاول دي اداله طبعا روح كمان ادى ريحيه للفرقه كلها طيب نروح لفاصل ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس ارجوكم انتظرونا بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك مشرفنا تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال اهلا بيك كابتن الله يخليك مبروك النادي الاهلي على الفوز يا كابتن ايمن وعلى النتيجه وعلى الاداء مباراه جميله جدا ممتعه هارد لك لنادي امبي اتمنى ان شاء الله نشوف المستوى دوت الجيد دوت من كره القدم في المباريات القادمه كابتن شريف النهارده قرارات كتيره جدا النهارده اتخذها محمود عاشور الحكم الدولي مع الحكام المساعدين مع حكام الفار النهارده كان طاقم تحكيم تقريبا كان طاقم تحكيم دولي سواء كان حكام الميدان او حكام الفار كابتن ايمن تمكن يعني في البدايه نقول تمكن طاقم التحكيم من العبور مباراه باقل الاخطاء كابتن شريف نقول الاول طاقم التحكيم اللي عندنا محمود عاشور الحكم الدولي اللي هو لسه راجع من الاولمبياد كان هناك موجود هو كان ممثل الكره التحكيم المصري في الاولمبياد طوكيو وكان معانا على الخطوط المتميز الحكم احمد صلاح حكم منطقه القاهره المساعد الثاني كان احمد لطفي من منطقه الشرقيه وسامح حسين من منطقه البحيره ده كان حكم رابع النهارده كان الحكام الكبار النهارده موجودين على الفار كابتن ايمن ودي كانت حاجه كويسه جدا كان محمود البنا وكان محمود ابو الرجال النهارده كان ايفار وده الوحيد اللي يمكن يعني او اثنين او ثلاثه اللي واخدين رخصه الفار كحكم فيديو وايضا هو حكم في الميدان مرشح بقوه لكاس عالم 22 محمود ابو الرجال متمنى للتوفيق النهارده طاقم التحكيم قلنا مروا بالمباراه كابتن على رغم المباراه صعبه يعني صعبه قبل واثناء حتى نهايه المباراه صعبه جدا نتيجه النادي الاهلي طبعا على سلم الترتيب وعلى المنافسه والنقطه هنا بتفرق اعتقد ان هم مروا النهارده بالمباراه بشكل كويس قد نختلف في حاله من الحالات ولكن بصفه عامه هم ادوا مباراه كويسه هذه الحالات تقريبا في دقيقه 19 نتكلم هل هناك مخالفه لمس الكره بالايد هنا علي معلول مع الكره هرجع بس يعني هحكي وانا عندي هنا الشحات جاي كابتن هنا مهم جدا الشحات كابتن اسامه كابتن بلال وعندي بوالي هو راجل هنا مش بيلعب الكره في الايد ولكن هو بيمرر للي جاي من تحت اللي هو مين شحات
كويس. انا هنا السؤال، هل الايد هنا داخل الجسم ولا خارج نطاق الجسم يا كابتن عادل؟ خارج. لحظه اللي هي البوينت اوف كونتاكت، اللي هي لحظه الكره ما تصطدم. هرجع تاني، انا بحاسب اللاعب امتى وهي الكره رايحه في الايد؟ هل الايد هنا خارجه ومكبره حجم الجسم اللي هي لحظه، هي هنا لحظه لمس الكره باليد؟ سؤال. هي طبعا بره يا كابتن، بس خير. بس هل مثلا عشان المسافه صغيره ما بين ما بين كهربا وما بين المدافع، عشان كده الحكم معلول ده معلول هنا وهنا وهنا زياد ابو غطاس اللي هو الحكم المدافع. بص يا كابتن احمد، انت قلت حاجه جميله جدا جدا. هو اول اول معيار عندنا كابتن احمد هنا، في عندنا حاجه اسمها الكونسنتريشن اللي هي اعتبارات احتساب المخالفه اللي هي مخالفه لمس الكره. اول معيار عندي هو اليد، وضع اليد، هل وضع اليد طبيعي ولا مش طبيعي؟ ده اول معيار. ده السؤال، ده السؤال اللي انا بساله. تمام. احنا مش بنجيب حاجه من عندنا كابتن احمد، بنجيب لقطه واضحه اهي بنحكي فيها، مش بنالف. طالما الدراع بره الكوره وبره اي حاجه ثانيه ما كانش فيها. بالظبط كده. في ناس كانت بتقول ايه مسافة. يعني المسافه ما يلحقش ان هو يعني انت وضحها بالظبط كده كابتن. احنا بنتكلم في معيار رقم واحد هو وضع اليد. تمام. وضع اليد هنا ده السؤال اللي بساله، هل هنا وضع اليد هنا طبيعي ولا مش طبيعي؟ ده السؤال. لا مش طبيعي. مش طبيعي، يبقى انا بعاقب على مخالفه لمس الكره باليد. هنا ركله جزاء لم تحتسب. كان يجب على محمود بن حكم كبير جدا جدا، على الاقل محمود هات عاشور ويشوف، هات حتى لو انت من وجهه نظرك محمود البنا ان هي 50-50 او لا ترتقي، نجيب الحكم وهو ياخد القرار، ما فيش مشكله. احنا في حالات اقل من كده بكتير كابتن احمد، وجبنا الفار وجبنا الحكم ويشوف. ولكن انا شايف ان هنا زياد بغطاس الحكم المدافع هنا لحظه تمرير الكره من علي معلول كانت الايد هنا خارجه نطاق الجسم، وبالتالي انا شايف ان ركله الجزاء لم تحتسب على كريم ابو زياد اللي هو الحكم المدافع. ناصر، الحاله دي اتعادت في نفس اللحظه؟ سؤال جميل جدا جدا. انا طبعا متابع الماتش كابتن احمد، دي جت في الدقيقه 19. تمام. هي كان اصل المخالفه ايه؟ هي مخالفه النادي الاهلي. تمام؟ النادي الاهلي استلم بسرعه وده من حقه. لحظه الاستلام بسرعه يمكن المخرج ما جابش اللقطه اللي هي في وقتها، اللي هي لما شفنا لعيبه النادي الاهلي بتعترض كلها على اللعب. انا حتى استغربت قلت طب فين الحاله؟ جينا قعدنا نشتغل لحد الدقيقه 25، اتعادت الحاله في الدقيقه 25. يعني الدقيقه 19 لدقيقه 25 الحاله بتتعاد في الدقيقه 25 يا كابتن. فعلا يا كابتن زي ما انت قلت، دي بتاعت الفار اكتر من حد. بالظبط كده طبعا. هي في الملعب بردك، انا بعذر عاشور ليه؟ لان بردك يعني تحديد التفاصيل يا كابتن اسامه صعب، وهو مش باين في الصوره هنا. بالظبط كده. واتخاذ القرار في اقل من ثانيه. بالظبط كده. كان واقف. بالظبط كده. هقول على حاجه ثانيه. بص يا كابتن اقف هنا بس، تسمح لي اقف. هرجع ثاني للكادر اللي احنا كنا فيه من شويه بعد اذنك. بس ستوب كابتن، انا عندي كمان هنا بص زحمه، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه يعني ممكن يكونوا قاطعين خط رؤيه الحكم، وبالتالي هنا ما عندوش تفاصيل الحاله. قلت محمود حكم كبير، انت محمود البنا حكم كبير، ممكن تجيب الحكم ويشوف يقرر. وبنقول ان خطا، زي ما قلنا حظ الحكام حلو النهارده، ان الاهلي كسب وهذا خطا لا يؤثر في نتيجه المباراه، ولكن بنقول بشكل عام هم مروا. بس احنا كل مره بنقول لك الحظ الاهلي ان هو كسب في التحكيميه. يعني ما هو دوت التحكيم وحظ الحكم يا كابتن احمد. على فكره في هناك اخطاء كثيره جدا ممكن تبقى مؤثره، ولكن نتيجه فوز النادي الاهلي او اي نادي بيبقى الاخطاء مش مؤثره. نروح للحاله، يجي 4 بونت السنه دي. نروح للحاله اللي بعد كده كمان. طبعا هنا احنا معديين 12 18 لا في الفار، بس من البناء كام بنالتي ما اتحسبليش، ده خد فيها انذار اعتقد. شوف كابتن، هنا مهم جدا الحكم ان هو يتابع كمان. هنا بنشوف هنا كره خرجت. ستوب، هرجع. هو هنا اي حكم ممكن يبقى مع الكره، يعني هي الكره خرجت من هنا من ايمن اشرف، ممكن الحكم يبص على الكره يا كابتن ايمن، ولكن هنا شوف عاشور هو ما زال حتى الان هو عينيه على اللاعب اللي هو امبي اللي هو ارتكب مخالفه بتهور، وبالتالي هنا استحق البطاقه الصفراء في هذه الحاله. هذه الحاله من الحالات اللي انا بحيي عاشور فيها جدا جدا. هنا اللاعب هنا دخل لم يلعب ولم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا ارتكب الخطا بتهور، وهنا القرار الانذار صحيح في هذه الحاله. بحيي طبعا فيها عاشور. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا مطالبه، هنا الراجل المصمم ان بتاع امبي، وانا حتى قلت نشوف اللعبه كابتن ايمن، هل هناك ركله جزاء للنادي امبي بالتفصيل؟ واحنا قلنا اللقطه بنجيبها سواء للنادي الاهلي او على النادي الاهلي. شوف لنا هل في مخالفه لمس كره باليد؟
الراجل هنا بيعترض ويطالب بركله جزاء. نشوف كره على الارض، الراجل بيقفل الكره برجليه، بيمشط رجليه، ثم بتعلق كابتن هنا. وبتروح فين؟ بتروح فين؟ بتروح في الساق من الخلف لاعب نادي الاهلي، لم تصطدم بجيد ابدا. صحيح، عدوها خمس مرات واضحه جدا جدا. صحيح، جدا. بحيي فيها محمود البنا حقيقه طبعا وعاشور ان هم امروا باستمرار اللعب، لا توجد هنا ركله جزاء. وكان قرار سريع يا كابتن على فكره، وكان قرار سريع. يعني النهارده هقول لك على حاجه يا كابتن احمد، هقول لك على حاجه جميله جدا. النهارده ما شعرناش ان الفار موجود. صحيح، مظبوط. الحالات بتتم استئنافها سريع. ليه؟ انت عندك البنا وعندك مبرو رجال، اثنين جامدين جدا طبعاً. جدا كانوا النهارده على تقنيه الفار، بشيد بيهم طبعا وبشيد بتعينهم في هذه المباراه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. طبعا هنا نقف، الراجل هنا مصمم جدا ان رامي رامي رامي، عارف لو شد وساب هنا عاشور ما كانش واقف، لكن هو مصمم على الشد. هنا بنسمي هنا المسك، هنا المسك الصارخ اللي هو مش عاوز يسيب اللعب. وتاني هنا انذار واضح جدا وسهل، واي حكم موجود يا كابتن احمد هيدي البطاقه سهله جدا. انذارين دي ولو شد يا انذار للترقيص. بص يا كابتن، هقف 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 كابتن ناصر لو سمحت، لو شد هرجع تاني. كابتن عادل سأل سؤال جميل جدا، لو شد وساب يعمل ايه؟ بس نقف هنا، بس نقف كابتن عادل، هو انا لو شد وساب وهنا اللاعب من الاهلي مر وعدى يكمل الهجمه بالظبط، انا كحكم بدي افضليه. هو انا لو وقفت، هو ايهما افضل للاعب يا كابتن احمد؟ يكمل، ان انا ادي الافضليه واخليه يروح في المساحه الواسعه ديت، ولا انا اوقف اللعب وادي البطاقه؟ هنا الشد، هنا الشد بس هيرجع يديله انذار تاني. لا مش حد انذار تاني، لا ايوه ده اللي انا عملته، مش حد انذار تاني. بص يا كابتن، هو انا لو صرت استمرار اللعب هنا، سؤال، هو هنا انا هوقف ليه؟ لان الراجل ده عطل اللاعب النادي الاهلي، عطل ما عطلش؟ عطل كده، عطل مظبوط. طب لو انا سمحت باستمرار اللعب هنا، عطل ما عطلش؟ لان اللاعب ايه مشي وراح، ممكن عطله جزء من الثانيه برضه يا كابتن. طالما انا اديت الافضليه، الافضليه يا كابتن، انا عندي حكم، عندي اختيارين، يحسب المخالفه وادي البطاقه، يد الافضليه واستمرار اللعب وما ارجعش للبطاقه. امتى ارجع للبطاقه؟ لو هناك خطا بتهور. هنا برجع ادي البطاقه صفر. تمام، نمر وروح هنا، دي اول انذار لرامي صبري، طبعا انذار واضح جدا جدا جدا، وعاشور لم يتاخر فيه او لم يتردد فيه. الحاله بعد كده، هو نفس اللاعب في نص الملعب، وهنا ارتكب المخالفه، نقول بقى تهور ماشي، نقول تعطيل هجوم ماشي، ولكن انذار واضح جدا جدا وانذار صريح هنا. حتى اللاعب كابتن عنده قناعات بالبطاقه. صحيح، خلاص انا عندي انذار، ودي انذار الثاني، انذار هنا الثاني للركل من تحت في القدم، وهنا لم يتردد عاشور في اشهار البطاقه الصفراء نتيجه ان هو كان مركز جدا جدا وكان يقص في هذه الحاله. طرد للانذار الثاني، طرد صحيح 100%، لا توجد شبه مجامله في هذه الحاله كابتن احمد، ان هو عنده انذار وهذه اللعبه. انا بتمنى بس من الحكام، وهقف كده، اللاعب اللي عنده انذار من فضلك لو سمحت نقف بس شويه، نقف من فضلك لو سمحت. دي الاوف سايد. اللاعب اللي عنده انذار يا كابتن ايمن لما بيرتكب مخالفه للانذار الثاني، من فضلك اشهر البطاقه الصفراء والحمراء. وانا ما بخافش على اللاعب، لان اللاعب المفروض هو يخاف على نفسه. صحيح. نروح للحاله تقريبا الاخيره ونشوف. احمد مساعد، احمد صلاح هو الحكم المساعد رقم واحد. المخالفه هنا، هنا واضح جدا ان هناك مخالفه من لاعب النادي الاهلي. عاشور احتسب المخالفه واستنى. طيب احنا قلنا ركله جزاء قبل ما الحكم كابتن احمد ينفذ او الهدف، هنا الفار بيتدخل، هل هناك في مخالفه قبل ركله الجزاء ولا مفيش؟ وهنا بشيد بدور الفار، محمود ابو الرجال هو حكم مساعد وحكم فار، نشوف هنا هل في مخالفه التسلل ولا مفيش. نشوف هنا لحظه التمرير، وهنا الراس هنا تعتبر الجزء المتقدم عن اخر لاعب من النادي الاهلي، تسلل موجود. بشيد قرار هايل من الحكم احمد صلاح اللي النهارده كان متميز في احتساب التسلل قبل ركله الجزاء. بشكل عام هو ده اللي احنا مطلوب احنا من حكامنا، ان احنا دايما نركز. عندنا اربع مرات في اللي جايين يا كابتن عادل محتاجين الحكام، وقلنا ما عندناش مشكله نقرر الحكم الشاطر، الحكم اللي هو اخطائه قليله اللي تؤثر في نتائج المباراه. نتمنى التوفيق لحكامنا، توفيق للجنه الحكام في الفتره المقبله. بشكرك كابتن ايمن، ومبروك تاني للنادي الاهلي. الله يبارك فيك كابتن، شكرا لخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن ايمن، الله يخليك. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وانبي في الاسبوع ال30 للدوري العام المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار
اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. الف شكر يا كابتن، شرفتنا وامتعتنا. بشكرك كابتن ايمن وبشكر الكباتن، الف مبروك. الله يخليك كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر يا كابتن، امتعتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن. شكرا. كابتن اسامه عرابي الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا والف مبروك. الله يبارك فيك. هدفنا كابتن احمد بلال، امتعتنا يا كابتن، الف الف شكر. ربنا يخليك كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي وعقبال اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.